بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في يوم جديد من آخر النهار. النهاردة كان يوم عملي أو يوم حصاد جزئي أو بعض الحصاد من مشروع كبير جدا تتبناه الدولة المصرية، وهو خاص بالعاصمة الإدارية. أيا كان حضرتك، أنت يعني مع العاصمة الإدارية أو ضدها أو متحفظ عليها، فالمسألة الحقيقة بقت واقع وبقت حقيقة. والنهاردة افتتحت المرحلة الأولى أو تم تدشين المرحلة الأولى. في كلام كتير جدا بيتقال على العاصمة الإدارية بكرة في الصحف المصرية، لكن فكرة المشروع نفسه خلاص يعني بقت واقع، وبالتالي من تحفظ ومن انتقد ومن رفض فعليه مراقبة الواقع. أعتقد أن أي شيء بيحول الصحراء إلى خضرة ويحول الخضرة إلى يعني شكل استثماري مهم جدا، أعتقد بالصورة اللي احنا شايفينها دي فلازم نحترم ما تم ونقول مبروك ونتمنى الإنجاز الكامل للعاصمة الإدارية. خلوني أسمع كده سيادة الرئيس، هو موجود مع كل التنفيذيين وبعض الشباب اللي موجودين في العاصمة الإدارية وبيضعوا حجر الأساس. هو فكرة أنه لازم الشباب يبقوا موجودين في أي مشروع بيقوم به رئيس الجمهورية. هو حتى قبل ما وضع حجر الأساس قال لهم في بعض الشباب اللي موجودين، والحقيقة كان جزء كبير من الشباب كان مع رئيس الجمهورية، وده شيء جيد جدا، يعني أنه يعني في روح عافية مع روح الخبرة مع روح الحنكة مع روح الإرادة مع روح التحدي. كل ده بيوصل إنه يتعمل مشروع زي ده. القوات المسلحة شريك رئيسي في مثل هذه المشاريع، عندنا وزارة الإسكان شريك رئيسي في مثل هذه المشاريع، والحقيقة يعني زي ما بقول لحضراتكم تاني ده شيء جيد جدا لازم نحطه في الاعتبار. والمزايدة على فكرة ان احنا بنعمل مشاريع وبننسى المواطن البسيط وبنعمل المشاريع دي للصف والاخره، اعتقد المشاريع او المراحل الجايه في العاصمه الاداريه بتقول عكس الكلام اللي الناس بتقوله. حضرتك اذا كنت تاني منتقد هذا المشروع، ف رئيس الجمهوريه اللي هو اكتر واحد تبنى هذا المشروع، اكتر واحد كان وراء هذا المشروع، اكتر واحد متحمس لهذا المشروع، وهذا المشروع يحسب لي في الاول والاخر، يحسب لي ان هو في عهد وتم هذا الامر. هو ليه رد الحقيقه يحترم في هذا الاطار، ورد يجب ان يسمع. وبعدين بعد كده الذي كان ينتقد قد يراجع نفسه، والذي كان يتحفظ قد يراجع نفسه، والذي كان يوافق ايضا ربما يراجع نفسه. في هذا الامر مفيش، او في هذا الاطار مفيش حاجه اسمها حاكمه لازم توافق، لا مفيش حاجه اسمها لازم توافق ولازم تتحفظ، لا ولازم ترفض، لا ما عندناش الحاجات دي دلوقتي. في ايام او في عصور او في سنوات خلاص كل واحد بيقول رايه بحريه كامله. نسمع رئيس الجمهوريه وهو بيرد على من انتقدوا هذا المشروع. الاولويات كل حاجة عندنا أولويات، للي عايز يعرف ما عندناش حاجة نقدر نأجلها نقول ده نستنى نبدأ في ده ونأخر ده، لا ما ينفعش. البلد بتنبض بالحياة، وبالتالي احنا كمان لازم أولوياتنا كلها تنبض بالحياة وتتحرك بمعدلات. وبالمناسبة معدلاتنا رغم كل الـ يعني المؤشرات اللي بتقول ان احنا يعني متحركين بمعدل عالي جدا، انا بقول لكم لا لسه بدري قوي ان احنا نقول حققنا. احنا اول خطوه اللي احنا فيه ده اول خطوه لبناء دوله حديثه تحترم نفسها وتحترم من الدنيا كلها. الكلام مش ما بيتحققش بكده، الكلام ما بيتحققش
احترامك لنفسك واحترام الناس ليك ما بيتحققش كده بالعافيه، بيتحقق بالجهد والعمل والتخطيط وتنفيذ التخطيط. اخر حاجه عايز اقولها في تعليقي على الموضوع، انا عايز اقول لكم ان هو احنا مش من حقنا نحلم يعني ولا ايه؟ هو عيب علينا ان احنا يبقى عندنا 13 مدينة كده ولا ايه؟ خسارة فينا ولا ايه؟ صحيح. طيب ربما يكون ده كان حلم سابق وما كانش حد متوقعه، او حلم ماضي وما كانش حد متوقع انه لما رئيس الجمهورية يتكلم عن عاصمة ادارية. انا رحت زرت العاصمة الادارية تقريبا من شهر 3 اللي فات، شهر 18/3/17/3 في 2017، وما كانتش لسه المسائل تمت على او بالصوره اللي احنا شفناها النهارده. ان شاء الله يكون لنا يعني قريب برضو تقرير من العاصمه الاداريه. انا الحقيقه وبكل قوه انه نحول الصحراء او نخترق الصحراء او نغزو الصحراء زي ما بنقول، ونعيد تشكيل المنطقة. أعتقد أنه لما مستثمر يجي بصورة هادية كده من غير ما يكون في نوع من التطبيل زي ما حضراتكم بتوصفه، أو بعض المنتقدين للمشروع يقولوا إحنا بنطبل براحة كده وبهدوء. جالك مستثمر راح فندق على أعلى مستوى موجود في العاصمة الإدارية، بعد الفندق في هتبقى فيه لكل وزارة ليها مكان في العاصمة الإدارية، لكل جهة إدارية في الدولة ليها مكان في العاصمة الإدارية. يبقى أنا عندي، حتى الناس انتقدت المطار، هو حضرتك المطار اللي موجود في العاصمة الإدارية أنت فاهم يعني أنه هيستقبل بوينج وهيستقبل الطائرات الكبيرة؟ لا، دي طائرات خاصة برجال أعمال، طائرات شارتر أو خاصة برجال أعمال، أو وممكن يستقبل بوينج برضه، بس هو مش منافس لمطار القاهرة. هو اللي انا فهمته او اللي انا اتمنى يكون فهم صحيح لهذا الامر، ان احنا بنقول للمستثمر تعالى في المنطقه هنا، ابعد خالص عن وسط القاهره، ابعد خالص عن كل المناطق اللي فيها زحام وهو الاخره، وتعالى عندنا في العاصمه الاداريه هتلاقي في حاجات كتيره جدا تلبي ما تحتاجه، حتى الاستثمار يعني، حتى عمليه الاستثماريه نفسها هتلاقيها موجوده، لا وبصوره أكثر تنظيما وأكثر احتراما لوقت المستثمر، وأكثر احتراما كمان لفكرة طرح المشروع. يعني دلوقتي أنا مثلا جاي من بيتي، جيت هنا في ساعتين إلا ربع، حاجة تخنق، بكلمكم حاجة تخنق. المرور ما فيش فيه يعني كل يوم بكرة نقول فيه أمل فيه أمل فيه، لا، المرور حاجة تخنق في مصر. وبالتالي أي مستثمر مهما كان وضعه صغير ولا كبير، لو جه بس مشي في شوارع القاهره هيرجع تاني من المرور. ما وبعدين ما تقوليش لا اصل المفروض في عسكري مرور هنا. احنا سلوكنا اساسا، سلوكنا تجاه المرور احنا بنشتم بعض وبنهزق بعض، ولو عربيه خبطت في عربيه ما يهمنيش بقى اقفل الشارع ولا ما اقفلوش، المهم ان انا انزل من العربيه وامسك الراجل اديله الطريحه التمام وهو يرد عليا اديله الطريحه التمام، ومفيش منع ان احنا نتخانق مع بعض، ومفيش منع ان احنا نسيب العربيتين لحد ما يجي ظابط يشوف الدنيا ايه. في قصه تانية خالص، تراث عندنا. فاحنا عندنا المرور داخل العاصمه المصرية أو داخل القاهرة أحد الأسباب الرئيسية اللي بتطفش المستثمر. هتقول لي أنت والله يا فندم أكتر من مرة كنا بنقعد مع مستثمرين يقول لك لا أنا هقعد في الفندق، اللي عايز يجي لي يجي لي، ما يجيليش ما يجيليش، أنا مش ممكن أنزل في المرور داخل محافظة القاهرة. فده شيء خلاص. وفي بقى حاجات دلوقتي بتتعمل، وفي طرق بتتعمل، وفي التجمع ما شاء الله في حاجات مهمه جدا، طريق مصر السويس، طريق القاهره السويس، طريق القاهره اسماعيليه، في حاجات الطريق الرهيب الخطير اللي في فرود الفرج واللي زاره سياده الرئيس من كام يوم صباحا، الطريق ده مهم جدا جدا جدا. انت بقى نازل في نهر النيل وطالع هتبص يعني الواحد يركب من مدينه نصر الكوبري يطلع على الكوبري ده او على الجسر ده او الاخر، يبص يلاقي نفسه في نص ساعه يكون في اكتوبر.
موضوع فيه منتهى الاهميه اللي هو رد الفرج الضبع ده، مشروع فيه منتهى الخطوره ومنتهى الاهميه. تعالوا دلوقتي لو انت تروح عند مسجد المشير واو الاخر هتشوف هناك موجود مشاريع في منتهى الاهميه، لولا المشاريع دي برضو ما كانش يبقى فيه سيوله في المرور هناك. الموضوع كله محتاج صبر شويه. مش بقول لحضرتك طبعا انك مالكش حق تتكلم وتنتقد، لا اتكلم وانتقد بس في حدود الادب، في حدود المتاح لينا كدوله، ايه اللي المفروض نستغله وايه المفروض ما نستغلوش، في حدود ايضا الوضع الاقتصادي، في حدود ما يتم في العالم من حولنا. فناخد بالنا من ده. صحف بكره بتقول حاجه لطيفه جدا، عندي اليوم السابع المعجزه عاصمه الامل، السيسي يشهد تدشين مشروعات العاصمه الجديده ويؤكد مصر تنبض بالحياه ومحدش هيقدر ياخد بلدنا مننا. وهنا الحجر الاساس، تفضل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع حجر الاساس العاصمه الاداريه الجديده بحضور السيد المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء. الرئيس نقطتين، 150 مليار جنيه لتنميه 5 محافظات، ولو كانت هناك رؤيه لشكل القاهره من 40 سنه ما كناش هنحتاج لاي معالجه. رئيس العاصمة الإدارية بيقول إجمالي مساحة العاصمة الجديدة ارتفع ل 184,000 فدان، ولدينا قوائم انتظار طويلة للاستثمارات بالمشروع. اللواء كامل الوزير، افتتاح المسجد والكنيسة في 7 يناير المقبل والحي الحكومي بالعاصمة 1133 فدانا. وزيرة التخطيط، انتهينا من 5386 مشروعا جديدا باستثمارات 663 مليار جنيه. ووزير الكهرباء بيقول وفرنا مليار دولار فرق استهلاك وقود سنويا من إنشاء المحطات الجديدة. السيسي صحيفة الوطن بكرة يضع حجر أساس العاصمة الإدارية الجديدة وبيقول إحنا بفضل الله بنعمل دولة. الرئيس نقطتين، لسه في أول خطوة لبناء بلد حديثة بتحترم نفسها والدنيا كلها تحترمها والتاريخ هيشوف عملنا إيه لأهلنا. وهنا الأستاذة مروة عبد الله بتتكلم في هذا الإطار وبعض الصور الخاصة برئيس الجمهورية والمسؤولين اللي كانوا موجودين. بكرة في الشروق أستاذ حاتم الجهمي، السيسي نقطتين، لا نملك تأجيل المشروعات، البلد ينبض بالحياة. الرئيس في تدشين العاصمة الإدارية، تأخرنا في السنوات السبع الأخيرة وتصدينا للإرهاب لن يعقنا عن التنمية. وكلام برضو في هذا الإطار، لا نقدم على أي مشروع بدون استعداد، ويجب ألا يتصدى أحد لمواضيع كموازنة الدولة دون أن يكون ملما بكل الأمور. محدش هيقدر ياخد بلدنا مننا، الدستور بكرة. وبتسأل ماذا جرى في العاصمة الإدارية الجديدة، علامة استفهام. السيسي يضع حجر الأساس المشروع، لسه بدري قوي، احنا في أول خطوة لبناء دولة تحترمها الدنيا كلها ومن حقنا نحلم. ده في صحيفة الدستور وزملائنا الأعزاء. أيضا في صحيفة الوفد بكرة، الرئيس يعلن للعالم تحدي للإرهاب بالإعمار والتنمية. أستاذ ناصر عبد المجيد نائل عن السيسي، مصر تبني دولة حديثة ومن حقنا نحلم. هذا الكلام على لسان أو نقله لزميل ناصر عبد المجيد على لسان السيسي اللي بيقول أسعد بأي نقد يدرك التحديات التي تواجه الدولة، التاريخ سيتوقف أمام هذا المشروع. و150 مليار جنيه لتنمية 5 محافظات. مصر تدخل عصر المدن الذكية، زميلنا أحمد إمبابي في روزا اليوسف، الرئيس من حقنا نحلم والشعب يستاهل يبقى عنده 13 مدينة زي العاصمة الإدارية. 150 مليار جنيه للتنمية في 5 محافظات، ومحدش هيقدر ياخد بلدنا مننا. وزميلنا العزيز أحمد إمبابي بيتكلم في هذا الإطار، وبدأنا أول خطوة لبناء دولة حديثة. هكذا يقول الرئيس السيسي النهاردة في العاصمة الإدارية الجديدة في حفل التدشين أو في مراسم التدشين. إذن نرجع تاني لفكرة المنتقد أو الذي ينتقد المشروع، الذي يعارض المشروع، في فرق طبعا بين النقد والمعارض، الذي يتحفظ على المشروع، الذي يؤيد المشروع. ورئيس الجمهورية أنا مبسوط جدا إن هو رد على اللي بينتقده، وكمان كلمة إنه إحنا مش متضايقين من النقد، بس نقد يراعي الظروف المحيطة، ظروف محيطة داخليا وخارجيا، يراعي الوضع العام، يراعي المناخ العام، بلاش يعني تخرج مننا بالبلد كده العيبة. عايز حضرتك تنتقد؟ لا مانع خالص، حتى لو انتقدت الوضع السياسي لا مانع، اكتب مقال، روح هنا، اطلع في فضائية، قول اللي انت عايزه، بس في اطار
احترام النفس واحترام الآخر واحترام الآراء الأخرى. أنت لست يعني محتكر الحقيقة، ولا احنا محتكرين الحقيقة، ولا المذيع اللي بيطلع فاكر نفسه ماسك ميكروفون بقى وبتاع وقاعد والتكييف والبتاع، فالراجل يعني الحقيقة عنده هي وبس ولازم اللي أنا أقوله يمشي. لا يا فندم، بنخلص بيجي واحد يقول لك البرنامج النهاردة كان زي الزفت، البرنامج النهاردة كويس، أنت كنت موضوع النهاردة، أنت كنت جيد النهاردة، أنت كنت بأي كلام النهاردة، أنت راجل ما بتفهمش ولا أي حاجة. خلاص اتعودنا على النقد ده، طول ما أنت بتحتك بالمواطن طول ما أنت محل نقد. محل بقى رئيس الجمهورية، محل بقى رئيس الوزراء، محل الوزراء، أيا كان الأمر. فلازم نحترم عملية النقد، لا مانع خالص من النقد، لكن كل رفض مش تحفظ، كل رفض أن يخرج النقد بصورة بذيئة، بصورة لا تمت بأي واقع ولا تمت ولا تشير ان انت حتى زي ما قال رئيس الجمهورية النهاردة مسألة ملم بالمشروع او ملم بالموضوع. بس لو واحد انتقد ولا حاجة ولا يعني برضو احنا نكون رد فعلنا هادي شوية. يعني الواحد بينتقد في حتته، واحد عنده مشكلة في شركته بينتقد في الحتة دي وهكذا. عموما مبروك المرحلة الاولى من العاصمة الادارية. وانا الحقيقة يعني الوزير مصطفى مدبول من الناس المحترمة جدا والخلوقة جدا والعملية جدا، فانا اي حاجة خاصة بوزارة الاسكان حتى لو في تحفظ عليها، حتى لو في مشاكل اخواننا اللي خارج الحدود، المصريين في الخارج بيشتكوا من حاجات كتير جوه الوزاره وحاجات كتير في المشاريع بتاعتهم وهو الاخره، او الحاجات اللي هم حاجزينها وهو الاخره. فالحقيقه اذا كان الدكتور مصطفى مدبولي او زميلنا العزيز هاني وهو المستشار الاعلامي لوزير الاسكان، فاحنا بنشكرهم جدا وبنشكرهم على تعاونهم وبنشكرهم على احترامهم للاعلام وبنشكرهم على التجاوب، ويعني بنحاول قدر الامكان انه تكون المساله معانا او هم معانا في كل خطوه. هاني يونس ما بيتاخرش وهو زميل عزيز سواء في الاهرام او في او المستشار الاعلامي لوزاره الاسكان، وانا بشكره من هنا الحقيقه شكر جزيل جدا، لان هو من الناس اللي ارست قواعد جميله جدا في التعامل مع الاعلام، وارست قواعد جميله جدا في الاستجابه للاعلام في حاجات لو صح. فأنا بشكرك أستاذ هاني يونس، بشكرك شكر جزيل، وبشكر مصطفى مدبولي هذا الوزير المحترم شكر جزيل. والهيئة الهندسية بقى للقوات المسلحة دي يعني على عيننا وعلى راسنا، والسيد كامل الوزير دايما في بالنا الحقيقة ما بنيجي نتكلم على الانضباط والعمل والروح الطيبة. فبنهني مصر بالمرحلة الأولى، ونتمنى المراحل القادمة تكون زي المرحلة الأولى وعلى أكمل وجه. خلينا ناخد فاصل وأرجع مع حضراتكم لقضايا عدة بأدواتنا كده اللي معانا، ومحدش يستعجب كده لما بنطلع أدوات معينة، لكن الحقيقة أنا حابب الفكرة دي وحابب أنه تبقى المسألة أكثر شرحا. يعني أما تلاقوا حاجة كده ما يبقاش الاتهام بالأفوارة، ناخد الموضوع كده بالراحة هتلاقي المسألة ماشية بالصورة المطلوبة. حصل ايه يا فندم موضوع العز؟ حصل ايه يا فندم؟ طيب ممكن تجيبوا لي التقرير بس، هاتوا لي التقرير بعد الفاصل. وان العز يا فندم قريه العز، مش احنا قلنا كده؟ العز يا فندم قريه العز اللي كنا عرضناه الاسبوع اللي فات، حصل تجاوب من وزاره التضامن، من وزاره التموين، وبعدين تراجع في التجاوب، معرفش ازاي. وزير التموين من الناس اللي على راسي من فوق وما اقدرش اقول عليه حاجه، لانه الراجل ده يعني انا شايف انه جهده شاق جدا حتى لو هناك بعض التحفظات او بعض الانتقادات. لكن الدكتور عالم صلحي الحقيقه يعني مش مستني شهادتي يعني. وبالتالي بعض الامور اللي في وزاره التموين عايزه يعني اعاده نظر. صعب قوي القرار اللي طلع ده اللي هو انه كل واحد ياخد عيش بموجب البطاقه اللي معاه. الكلام ده اتكلمنا فيه الاسبوع اللي فات،
لم يحل هذا الامر يا سياده الوزير، لم يحل هذا الامر حتى الان. القريه اللي احنا بنتكلم فيها دي قريه العزه دي، لا السيد محافظ الاسكندريه يتحرك ولا السيد محافظ ولا السيده محافظه البحيره اتحركت، ومعرفش مستنيين ايه لما قريه نصها تبع اسكندريه ونصها تبع البحيره، والبحيره بتنافس الاسكندريه، ودي بتشد بالجنب ده ودي بتشد بالجنب ده، ولما حد فكر ان هو يحل يعني انا مش انتوا عايزين تاخدوا المكان كده وبعدين تسيبوه لحد ما يجي حد تاني، المشكله تتفاقم. طب والناس اللي جوه مش لاقي يعيش بقى لها اكتر من 15 يوم دي؟ هنبقى نشوف التقرير وناخد فاصل ونرجع لحضرتك. طيب عدنا لحضراتكم. بصوره سريعه كده عشان ما اخدش وقت حضراتكم، انا عندي كام قضيه كده بس برضو في كام يعني غالبيه القضيه دي بادواتنا احنا اللي بنستخدمها او بنجيب ادوات تفهمنا المساله اكتر ونوسع مداركها اكتر. يعني في دار الافتاء طلع خبر امبارح الساعه 8 وربع، الافتاء بتقول لا نجاسه في لمس الكلاب ولا مانع من تربيتهم في المنزل، والكلام على لسان الشيخ احمد وسام امين الفتوى مدير البوابه الالكترونيه لدار الافتاء ردا على سؤال حول وجود كلب في استوديو تصوير مستخدم مع بعض زبائن الاستوديو. تعالى وي تعالى حبيبي. ده زميلتنا سلمى عامر الله يكرمها، ده الكلب ده بتاعها عندها في البيت يعني، والكلب ده لما اي حد يروح عند سلمى بيتصاحب عليه وبيقعد على رجله وممكن ينزل تحت وممكن يطلع فوق وممكن يروح على السرير بتاعهم هو الاخر. الازهر بيقول اقتناء الكلاب غير جائز، طبعا خايف اقتناء الكلاب غير جائز والعلماء حرموا تجارتها. اللي انا بس نفسي اساله للناس اللي في الازهر والناس اللي في الافتاء، الكلب ده في البيت ده اهو، ده مش ده بالذات يعني، الكلب اللي بالحجم ده اللي هو يعني ونس ويعني لطيف كده وزي ما انتم شايفين دمه خفيف اهوت، ولا ليه بقى لا بيعض ولا بيخربش ولا بيعمل حاجه، الكلب ده يتربى في البيت ولا ما يتربى؟ بس ده حاجه بسيطه جدا سالنا كل المتخصصين في جامعه الازهر او بعض المتخصصين في جامعه الازهر، الدكتور سعد الهلالي، الدكتوره سعاد صالح، الدكتوره امنه نصير، سالنا كتير جدا من اللي احنا بنشوفهم واللي يعني ليهم شهره واسعه جدا في الافتاء وبيظهروا في الفضائيات، يعني منهم من اجاز ومنهم من تحفظ ومنهم من قال زي الدكتور سعد الهلالي قال تعالى البيت وانا اوريك اذا كان عندي كلاب ولا ما عنديش، ولا انا بربي كلاب في بيتي ولا لا. دار الافتاء بتقول انه لا اقتناءه غير جائز، يعني معنى كده ان زميلتنا اللي بتربي او اللي عندها الكلب ده مش كويس، وان ده بيبوظ الصلاه وبيبوظ الهدوم وبيبقى في نجاسه في البيت في الوقت اللي في الوقت ده اسف الازهر في الوقت اللي الافتاء بتقول لا نجاسه في لمس الكلاب. هقول لحضراتكم بقى الصعوبه الجامه، ان احنا تقريبا من بدايه اليوم بتوع الافتاء ولا واحد منهم، واسماء ووصلنا للاسماء وكلمناهم، اول ما يعرف يقول لك الكلب يقول لك لا انا مش هخش، وبعدين انت حضرتك تبعت لي وتجيلي واقول لك، والخط الساخن انا اتصلت بيه قبل كان كام يا ولاد؟ 107 107 مش كده الكود؟ والكود كان كام؟ انا ما اعرفش بقى الكود كان كام. 107 ده. طيب لا الكود هنا. انا بس لاني كلمتهم الساعة 6:30. فزملائي قالوا لي كلمهم الاول عشان يقدروا يرد عليك بعد ساعتين. وقلت لهم ان في فتوى طالعة من كذا. استنى يا وين انت ولا اسمك ايه؟ 107. استنى يا وين حبيبي يا وين. استنى يا فندم. انا بس اللي طلبتهم لا خلاص لقيت يا فندم لقيت. ايوه برجاء
للاستعلام عن إجابة سؤال سابق اضغط الرقم 2. أدخل رقم السؤال المكون من 6 أرقام. 8 7 6 4 7 9. الرقم الذي أدخلته هو 8 7 6 4 7 9. تمام. ايوه. استماعي الى السؤال اضغط الرقم 1. 1. السلام عليكم ورحمه الله. وانا سؤالي بس بالتحديد في بيان طلع من الازهر قبل يومين انه اقتناء الكلاب غير جائز والعلماء حرموا تجارتها. انا لقيت امبارح تصريح على لسان فضيله الشيخ احمد وسام او احمد وسام امين الفتوى مدير البوابه الالكترونيه اداره الافتاء المصريه بيقول انه لا نجاسه في لمس الكلاب ولا مانع من تربيتهم في المنزل. انا الحقيقه محتار ما بين ما قاله بيان الازهر وما قاله الشيخ احمد وسام. الحقيقه فين؟ بس ده اللي انا بسال عليه. وشكرا جزيلا وربنا يدي حضراتكم الصحه وطوله العمر. طبعا انا مستني لإعادة الاستماع الى السؤال مرة اخرى اضغط الرقم 1. لإعادة الاستماع الى الإجابة مرة اخرى اضغط الرقم 2. بسم الله الرحمن الرحيم. استنى. الكلب تتعلق به ثلاث مسائل. المسألة الأولى حكمه من حيث الطهارة والنجاسة، والمسألة الثانية حكمه من حيث تربيته والتجارة فيه، والمسألة الثالثة حكمه من حيث وجوده في البيت. فبالنسبة لحكمه من حيث الطهارة والنجاسة فالكلب طاهر عند بعض العلماء، وبالتالي إذا مس شيء من الكلب شيئا آخر كبدن الإنسان أو ثوبه فهذا الشيء طاهر غير نجس. وأما بالنسبة لحكمه من حيث تربيته والتجارة فيه فهذا حرام شرعا لا يجوز إلا إذا كان ذلك على سبيل الحراسة أو الصيد أو الزراعة. وأما بالنسبة لحكمه من حيث وجوده في البيت فإن وجوده في البيت يمنع من دخول الملائكة فيه، والله تعالى أعلم. لإعادة الاستماع إلى السؤال مرة أخرى اضغط الرقم. كده دار الإفتاء بتقول إن وجود الكلب في أي بيت بيمنع دخول الملائكة، وإنه تربيته للحراسة هو لآخره لا مانع، لكن تربيته في البيت في مانع تمنع دخول الملائكة. ده دار الإفتاء وموجود قدام حضراتكم، يعني عملناه كده على الهواء في هذا الإطار. يبقى إذن دار الإفتاء هنا بتقول اقتناء الكلاب، الأزهر بيقول اقتناء الكلاب غير جائز، ودار الإفتاء بتقول لك لا نجاسة في لمسه. لا نجاسة في لمسه دي حاجة، وإنه اقتناؤه حاجة تانية. بعض العلماء زي ما قال الدكتور سعد الدين الهلالي قبل كده قال لك انه يعني هي مدارس، في مدرسه تجيز ده، في مدرسه تجيز الحنفيه ولا اخره والمالكيه، ولا في مدارس بتجيز ده وفي مدارس بتبطل ده ولا تجيز ده يعني. وبالتالي الامر يعني على حسب اللي بيجيبك من المدرسه اللي هو منتمي ليها، وزي ما بيقولوا كده الله اعلم يعني. في الأول والآخر الله أعلم. إذن دار الإفتاء بتقول إن من حيث تربيته داخل البيت لا حرام، من حيث إن هو نجس فهو مش نجس، يعني لو لمس مثلا هدوم أو والآخر أو بدنك أو كده لا 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 غضاضة في ذلك، لكن إن أنت تربيه جوه البيت فهو بيقول لا، إن ده يمنع دخول الملائكة. وفي ناس بتقول عكس كده، لا وجود الكلب في هذا أو في البيوت
يعني مفيش فيه اي مشكله. شكرا عم روني. اسمه ايه؟ وايني. وايني اه وايني. شكرا عم وايني. خد روح لصاحبتك بقى. يلا روح يا ري روح. يلا طيب قبل ما عشان ما نزعجش فناننا الكبير الاستاذ ايمان البحر درويش معانا قبل ما نخش في بعض التفاصيل الاخرى, في مشكله يعني قريناها على المواقع وفي بعض الصحف امبارح. ايمان البحر درويش يهدد القنوات لا تعرضوا نشيد بلادي بعد مصر والكونغو. في قنوات وجه الفنان ايمان البحر درويش رساله لكل من قنوات كذا وكذا 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 وكذا, وقال انه الاستاذ طارق نور هو الوكاله الوحيده اللي لها حقوق نشر رسميه لنشيد بلادي بلادي, واضاف مهددا اذا قامت اي قناه باذاعه هذا النشيد احتفالا بانتصار فريقنا القومي باذن الله بعد المباراه او قبلها فانها تتحمل المسؤوليه كامله. وعمل بيان اعلامي في هذا الاطار باعتبار ان هو حارس قضائي على تركة الشيخ سيد درويش رحمه الله رحمة واسعة, وهو الحقيقة من المدافعين جدا عن جده الفنان الكبير الراحل سيد درويش, وبالتالي أو أعتقد يعني أنه من الناس الحريصين على تأكيد هذا الأمر عندما يمثل تراث سيد درويش أعتقد هو الفنان الكبير إيمان البحر درويش. احنا بنحاول يكون معانا يبقى طيب. فنانا كبير ازاي حضرتك؟ مساء الفل يا حبيبي. اخبار حضرتك ايه؟ معلش اسفني ازعاجك. لا بالعكس يا حبيبي, ربنا يخليك ربنا يخليك. هو طبعا طبعا يا استاذ جابر العنوان في محاوله للاساءه بشكل او باخر, ان انا ما بهددش القنوات. انا بعمل ايه؟ انا بحافظ على علاقتي بالقنوات, ان دائما القانون القنوات بتطلب هل معاكم تصريح من الورثة او من الناس اللي هم اصحاب هذه الحقوق ولا لا. اي قناة محترمة بتعمل كده. فبالتالي بدل ما يبقى انا داخل ضد هذه القنوات, فبقول للقنوات دي لو سمحتم لو حد جه عشان يستغل هذا الاعلان فمن فضلكم اطلبوا منه تصريح هل معاه تصريح من الورثة ولا لا. استاذ طارق نور هذه الوكالة المحترمة وفي وكالة اسمها OMD, دول ناس بتيجي تقول لك انا معايا كاستمر معين, هذا الرجل بيحترم نفسه وهم بيحترموا نفسهم, فبالتالي بيجي يطلب منك الاذن باستغلال هذا النشيد. تمام. فانا في بعض الناس حاولت انها تستولى على هذا النشيد دون وجه حق, وبالتالي كان يجب علي ان انا احذر القنوات ان انا ما اخشش في مشكله مع القنوات دون ان يعلموا. فعشان كده عملت هذا البيان عشان ما ادخلش ابقى خصم لاون تي في او DMC او اي قناه ثانيه هتخدع من اي شركه ثانيه. ده اللي انا عملته. لكن احنا لما بنتكلم على ورثه سيد درويش يا حبيبي, احنا مثلا النشيد ده بيتذاع من امتى؟ من زمان قوي. تمام. احنا لنا حقوق حق اداء علني. هل رفعت قضيه على الدوله لغايه دلوقتي؟ ما رفعتش قضيه على الدوله, ولكن من واجب الدوله ان اداء العلني للنشيد بلادي بلادي يجب ان يعطى الى الورثه. احنا الناس بنحب بلدنا, لكن بلدنا يجب ان تعطي الحقوق الى مستحقيها. فبلادي بلادي حتى يومنا هذا لم يدفع اليه حق اداء علني من الدوله لجمعيه المؤلفين والملحن. طيب وبالتالي انت أنا اتفضل يا فندم. فانا كلمه تهديد هي محاوله للاساءه ليا بشكل او باخر. انا حاله قضائي انا وابن عمي ابن عمي محمد, فبالتالي انا راجل مسؤول امام الورثه انا وابن عمي عن حقوق الورثه, ولما ندافع عن حقوقهم مش معنى كده ان احنا متجنين او احنا مجرمين. احنا نؤدي امانه اطلبنا عليها من كل الورثه, والقضاء احنا لو قصرنا في هذا الموضوع احنا نحاسب قضائيا. لكن انت مش هتخت يعني مش عايز اقول تختصم, لكن مش هتحتك بالدوله قوي في غزه تطلب انا عايز حق الاداء العلني للمشروع. ما احنا بقالنا سنين كتيره جدا جدا. انا اتمنى من السيد رئيس الجمهوريه ان يامر باعطاء حقوق نشيد بلادي بلادي الى الورثه بتوع سيد درويش الذي ضحى بشبابه وقتل مسموما من الانجليز. يجب ان يتم تكريم هذا الرجل باعطاء حقوق الورثه على الاقل. انت شايف انه جدك لم يكرم؟ جدي اتشال اسمه مسح سيد درويش في اسكندريه وبقى اصبح دار اوبرا, مع احترامي طبعا شديد لدار الاوبرا, لكن سيد درويش عندما يتشال اسمه ويتشال تمثال سيد درويش من مسرح سيد درويش, انا اعتقد لما مصر تعمل كده في اولادها اللي بيضحوا باروحهم في سبيلها ده شيء مشين جدا. لا ده كان المسرح ده اللي هو على الكورنيش
مش كده؟ لا لا لا، مسرح سيد درويش ده ده يا ابو اللي هيك هو في شارع فؤاد، اللي في شارع فؤاد، مسرح اللي هو في شارع اتشال فؤاد، اسم، اتشال اسم سيد درويش من اتشال عليه؟ اسم سيد درويش، اتشال اسم درويش من عليه، وللاسف الشديد بيته اتهد كمان، يعني بيت سيد درويش اللي هو المفروض يتعمل متحف اتهد. وانا كنت طلبت من المستشار الجوثقي لما كان محافظ الاسكندريه ان انا ادفع فلوس للناس اللي كانت ساكنه في هذا البيت ياخدوا شقه من المحافظه ويتعمل متحف، قال لي لا ده واجب الدوله. الراجل كان بيتكلم لكن القدر لم يمهله وما تعملش حاجه وتهد البيت ده سيد درويش. يعني اعتقد ان هذا الرجل يستحق من الدوله تكريما يليق به، ويستحق من الدوله ان تعطي هذا الحق الى ورثه السيد درويش دون طب الدخول إن للقضاء. يعني الحق اللي حضرتك شايفه في خلينا في نشيد بلادي بلاد، ايه هل بيبقى حق يعني مادي ولا بيبقى حق مادي؟ إيه؟ هو الحق المادي ده طبيعي بيكفله القانون. جمعيه المؤلفين والملحنين بتدي التصريح لاي حد عايز اي شيء يخص اي مؤلف ملحن مشترك في جمعيه المؤلفين والملحنين. احنا كحراس قضائيين مسؤولين عن تركه السيد درويش، فبالتالي بيجوا لنا عشان ياخدوا مننا تصريح، والجمعيه المؤلفين والملحنين مشكوره بتقول لهم عايزين اي حاجه تخص السيد درويش تروحوا الى استاذ ايمان بحريش ومحمد حسن سيد درويش. فبالتالي استاذ صار نور جالنا، او ام دي جت لنا، فبالتالي احنا بنتكلم في الناس اللي بتحترم شغلها وتحترم حقوق الناس. فبالتالي ده شيء ما يزعلش حد الا اللي عايز يسرق، الا الحرامي يتضايق جدا ان هو عايز يدفع حقوق الناس. فاحنا بيتكتب عناوين مستفزه الناس والله، يعني لدرجه ان انت انا بهدد، لما تقرا الكلام اللي موجود جوه هتلاقيني انا بحافظ على علاقتي بهذه القنوات عشان ما ادخلش خصم مع قنوات ليس لها اي ذنب في هذا الموضوع. وانت بمنتهى الاحترام انت بتقول رئيس الجمهوريه، يعني في هذا الاطار طبعا حبيبي عايزين احنا بنحترم دولتنا ونحترم مؤسسات الدوله، طالما في ظروف تحول دون ذلك فننتظر حتى يامر اصحاب الامر باعطاء الحق لكل من له حق. تمام. في اي جديد بخصوص موضوع رجوع الاسم او الاخر ولا خلاص الموضوع انتهى على بصراحه؟ والله انا اتمنى من سيد رئيس الجمهوريه برضه عشان يرجع سيد درويش اسم مسرح سيد درويش ده، كل الدنيا عارفه ان ده مسرح سيد درويش، تمثال سيد درويش اللي كان محطوط على المسرح ما يتشالش، ما ينفعش. شيء محزن جدا 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 انك انت عندك الشعب كله يتغنى بنشيد بلادي بلادي لك حبي وفؤادي، والفيلم اللي اتعمل لسيد درويش زي ما انت حضرتك عارف كانوا بيحاولوا ان هم يرموا ان هو موته كان من خلال جرعه زائده من الكوكايين ومن الحشيش والكلام الفارغ ده، واغانيه كلها تشهد ان هذا الرجل كان يحارب هذه الامور تماما، وان قتل مسموما، وان اهل سيد درويش طلبوا تشريح الجثه، والحكومه التابعه للانجليز في ذلك الوقت رفضت تشريح الجثه، فبالتالي هناك شبهه جنائيه في موت سيد درويش. ولذلك كان نجيب سرور الله يرحمه يقول سيد درويش نبغه ليه تموت مسموم والشعب ملبوخ في رجعة سعد من منفاه، ميت في يوم القيامة مين على المرحوم هيبكي، والشعب أصبح وشه محل أفاه، طلع وراه 7 أنفار عادي. لكن فكرة مات مسموم دي أنا فعلا أنا ما بشوف الفيلم بتخيل إن هو مات مرضي مش مات. بس خد بالك أصل هو الفيلم معمول كده عشان إساءة لسيد درويش وليس تكريما لسيد درويش. الفيلم كان لكن إساءة لما تيجي تقول لما تيجي تقول ان هناك خبر منشور بتاريخ كذا في بيقولوا فيه ان اهله طلبوا تشريح الجثه والحكومه ترفض، لو كان مات من جرعه زائده من الكوكايين او من الحشيش او كانوا شرحوا الجثه واثبتوا هذا الموضوع، لكن عندما يرفضوا تشريح الجثه يبقى هناك شبهه جنائيه في الوفاه. طيب بس ليه موتوه؟ الطلب ليه موتوه يا جابر؟ الطلب يا فنان يمكن اتاخر شويه، يمكن اتاخر لا كتير خالص حبيبي. لا والله مش على ايه الطلب بتاعي يا جابر، طلب فكره انه تشريح الجثه ولا كان وقتها؟ لا تشريح الجثه ده في ساعه الوفاه نشر في الجرائد الرسميه، مش دلوقتي، نشر في الجرائد الرسميه في ذلك الوقت تشريح الجثه، والحكومه في ذلك الوقت رفضت تماما انها كانت تابعه للانجليز. لكن انا بقول لك الراجل ده جاي يحفظ الناس، مصرنا وطننا صعدوها املنا، كلنا جميعا للوطن ضحيه، وهو كان سبب وقود ثوره 19، وهم نفوا سعد زغلول عشان يخلوا الناس تنسى سعد زغلول، فهو يتفنن ازاي يفكر الناس بسعد زغلول فيقول يا بلح زغلول، ما حدش يقدر يقول له حاجه، يا بلح زغلول زغلول يا بلح، الله اكبر عليك يا سكر يا سعد بلدي زغلول يا بلح. انت بتتكلم في بني ادم يجب ان يقتل البني ادم، وبعدين اقول لك ان ظروف سيد درويش السياسيه هي اللي ساعدته ان هو ينتج هذه الاغاني
عشان برضه يقللوا من قيمه سيد درويش وما فعله. لا، سيد درويش مات سنه 23، بيرم التونسي في الستينات، بديع خيري في الستينات، يونس القاضي في الستينات. فسيد درويش من 23 ل 52 كان هناك استعمار، ولم يقدم اي فنان مع احترامي للجميع اي شيء يذكر ضد هذا الاستعمار. ربنا يديك الصحه وتحافظ على التراث ده، تراث تراث مهم قوي قوي قوي. ربنا يديك الصحه. شكرا. بشكرك جميل. بشكرك يا فنان الكبير، ده كلام مهم. بس فكره انه اشيل، يعني هل سيد درويش بالقيمه البسيطه دي ان انا اروح اشيل اسمه من على مسرح في اسكندريه؟ الحقيقه يمكن مش متابع اول الحركه الفنيه بالصوره المطلوبه يعني، لكن اللي بيقوله الفنان ايمان بحر درويش شيء مزعج. حتى لو انا سميتها دار الاوبرا، حتى لو انا سميتها باعظم، شلت مسرح سيد درويش، كلمه مسرح سيد درويش، شلت كلمه مسرح سيد درويش وحطيت اسم حد تاني، صعب صعب. يعني انا وانا رايح الاهرام، وانا جاي من الاهرام بلاقي مسرح جلال الشرقاوي، قيمه مخرج كبير وعظيم زي جلال الشرقاوي. يعني انا بقلق ان الفنانين دول لما ربنا يديهم الصحه وطولة العمر ويموتوا مثلا، ربنا يديك الصحة يا استاذ جلال ويديك الصحة طول العمر، هيتم التعامل مع المسائل دي ازاي من جانب الدولة؟ هل هشيل، كان اسمه مسرح الفن زمان، ما اعرفش دلوقتي اسمه مسرح الفن ولا لا، كان بيقاتل جلال الشراوي عشان ياخد هذا، وقدم عليه ابداع وابداعات وشغل هايل جدا. طب سيد درويش بقى القامة الكبيرة دي اشيله احطه دار الاوبرا، صعب شوية. فننتبه لهذا الامر. وراجل بمنتهى الاحترام، وانا بشكره شكر جزيل انه فكرة حتى العتب فكره محترمه. حتى بقول لك انا لا اسيء لاي قناه، ده شيء جيد محترم، يعني شيء محترم. يعني حتى لو انا برنامج نقول نسيء ده، يعني انا هنا في قناه النهار، عندي قناه اسمها اون سبورت او اون تي في الرياضيه. هذه القناه واحده من افضل القنوات اللي بتغذي الشعور بالوطنيه وبالقوميه وبحب البلد. الاستاذ اسامه الشيخ رئيس القناه، مش هو استاذنا العظيم استاذ اسامه الشيخ الاعلام المعروف، الاستاذ اسامه الشيخ هو اسمه تشابه بس، لكن سالت قالوا لي يراس القناه الاستاذ اسامه الشيخ، هو نفس الاسم، وده زميل عزيز جدا واشتغل في الرياضه فتره كبيره جدا في الخليج وفي الامارات وجي هنا وهو لاخره، وعامل شغل رائع، شغل محترم، وضخ المال جوه اون سبورت بيعود على فكره تغذيه الشعور القومي الوطني. يعني الناس دي عملت شغل يوم ماتش مصر والكونغو، لو اي قناه تانية خارج مصر ما كنتش هتحس بيها، او بالعظمه اللي كانت موجوده في الماتش، بالاحساس اللي كان موجود في الماتش، بالقرب بينك وبين الملعب وكانك في الملعب. اللي اتعمل من اون سبورت حاجه مفتخره، يعني حاجه رائعه. الزملاء اللي موجودين في اون سبورت من الصغير والكبير، لا الناس دي قدمت واجبه وطنيه حلوه وما شفناهاش من زمان، وغزوا في الناس انه فكره لا لازم المنتخب القومي يبقى ليه دور، لازم المنتخب القومي. يعني انا كنت اتمنى ان ماتش الاهلي الجاي مع النجم الساحلي تذيعه اون سبورت، كنت متخيل انه كل الماتشات الخاصه بالفريق القومي والماتشات الخاصه بافريقيا بالنسبه للفرق المصريه تذيعها اون سبورت، ده حاجه محترمه جدا يعني. فالواحد يقول لي ليه واللي عليه، يعني ما فيش على راسنا بتعب، الواحد يقول لي ليه واللي عليه. ما قامت به اون سبورت شيء محترم جدا جدا جدا، وبالتالي ما قام به ايضا، انا كنت جايب فته فقالوا لي ده اون سبورت جابت فته، فبالتالي كنت عايز ارحب ب المدير الفني للفريق السيد كوبر واعضاء الفريق واعضاء الجهاز الفني وكل الناس اللي في الفريق. الحقيقه سياده اللواء مجدي كان بيكلمني من يومين تقريبا، وقال لي على حاجة في منتهى الأهمية. قال لي في كلمتين قالهم السيد رئيس اتحاد الكورة للأستاذ مدحت شلبي لما كان بيسأله على الـ الشعور لما رئيس الجمهورية كرمهم
فقال له السيد رئيس اتحاد الكورة، قال له لما نكون احنا على خشبة المسرح كده او في المنصة واللي بيسقف لنا عظماء القوات المسلحة والمدافعين عن الدولة المصرية واهالي الشهداء ولا اخره، فلتسوى عندنا الدنيا بحالها. واحنا حسينا بضآلة ما قدمناه للعمل او للجهد اللي بيقوم به اهالي الشهداء في هذا الاطار. خلينا نشوف بس التصفيق، شوفوا قد ايه الناس سقفت لما شافت الفريق القومي، وقد ايه كان الناس حاسين بجهد او بشعور قلما يجدوه. ويمكن كانت من الحاجات الجميله جدا 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 انه تاني يوم الدعوه، تاني يوم الماتش على طول او تاني يوم معرفه دخولنا كاس العالم، كان المعنى ده موجود، وكان ناس اهالي الشهداء وضباط القوات المسلحه وضباط الشرطه والاخره كانوا موجودين في هذا المكان. نسمع الدقيقتين دول ونرجع لحضراتكم. بشكركم واشكرك يا محمد. انا بشكر الجميع، بس استنوا استنى استنى، بشكر محمد لان محمد كان عليه ضغط شديد جدا في اخر 4 دقائق، حد قال له خد شوت انت. فطبعا بقى هو قدام ال 100 مليون مصري الكوره دي لازم تخش الجون عشان ينتهي الماتش بسلام ونبقى كلنا فرحانين. فانا عشان كده توجيه الشكر لمحمد مش معناه ابدا غير ان هو تسجيل واحترام ليكم كلكم في شخص محمد وفي شخصكم. وطبعا بشكر طبعا المدرب العظيم السيد كوبر. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. انا مع رئيس الجمهورية طبعا في اللي قاله، بس في بعض زملائنا النقاد الرياضيين اشاروا لده، لك خليني اكد عليه تاني. لو طبعا حقوق البث احنا ما نقدرش نستخدمها، لكن ما اعرفش تقدر الجباية يا انس ولا صح؟ ما تقدرش. حاضر يا فندم. خلاص احنا كنا هنستاذن اون سبورت، احنا لسه قايلين بقين حلوين اهو. اللقطة بتاعت ضربة الجزاء هنلاقي حبيبنا احمد حجازي الليبرو بتاع الفريق القومي، هو كان قبل منطقه الجزاء بشويه، اداها رفعها كده لمين؟ لتريزيجيه. هو اسمه احمد حسن تريزيجيه مش كده؟ محمود حسن تريزيجيه. تريزيجيه من اول ما نزل تقريبا، نزل في نص الشوط الثاني او حاجه كده، يعني عمل حركه استثنائيه في زائد الشعور بقى اللي جوانا، بس حرك حاجات كتير. يعني تحس كده انه في دم جديد للفريق حصل. فتريزيجيه حتى لما جت ضربه الجزاء قعدوا بيهنوا تريزيجيه. يعني اضافه لما قام به محمد صلاح، اضافه لما قام به احمد حجازي، اضافه لما قام به كل الزملاء في الفريق القومي او كل اخواتنا في الفريق القومي، في تريزيجيه كان يعني، لانه انا شايف الدنيا كلها ماشيه بدون ما تقول تريزيجيه كان بيعمل ايه. فتريزيجيه لا، واحد اللي هو محمود حسن من اعضاء الفريق اللي نزل حمس الموهبه شويه في المنطقه دي. والصد حضري يا قطب، قطب بنا معجب بعصام الحضري، بيقول لك ما ننساش الصد بتاعت عصام الحضري اللي يعني تقريبا الجون ده كان لو كان جه كان قبل ما احنا نجيب جوانا خالص، لو كان الجون ده جه كان يبقى موقفنا صعب جدا يعني، لكن الحمد لله الامور عدت على خير. كل التحيه والتقدير. انا قلت لهم بس كنا هنجيب فته، وبعدين قالوا لي كده هنقلد اون تي في، كنا هنقلد اون سبورت، فبلاش نجيب الفته، لكن دي قبعه جابتها لنا زميلتنا رحمه خالد، بتقول قبعه مفتخره كانوا باباها جايبها من بره يعني. فاحنا عشان الخواجه كوبر، فاحنا سيد كوبر بنرفع لك القبعه، والفريق القومي كله بنرفع لكم القبعه. واللي بيعملوا في الحقل الرياضي كله بنرفع لكم برضو القبعه. كلكم يعني انجزتوا في هذا الاطار.
والاجمل بقى المصورين اللي يصوروا هيكون منا معاهم ثلاثه من الزميلات، هم لسه في بدايه الطريق بس بنحترم المساله دي. كانت فكره لطيفه كده ان احنا نجيب زملائنا او زميلاتنا اللي بيقوموا بالتصوير في هذا الامر يعني. دي حاجه لطيفه يعني، لكن برضو ليهم الايه القبعه، فالقبعه للجميع. بس عايز اقول حاجه، اللي بيطالبوا بتغيير كوبا ما فيش مانع ان انت تقول رايك، بس بلاش تتمسك بيه قوي يا اخي، بلاش تحس ان الناس ان الفريق ان الاعضاء الاتحاد الكوره والسيد ابو ريده بيعمل ضد البلد. انا فاهم ان انت مش عايز الراجل يكمل، بس لو الراجل كمل مش خيانه للبلد يعني. انت بحسست كده ان انت لو كوبر ده ما مشيش فده خيانه للبلد، وانه ابو ريده ده بقى لا ده في فساد في اتحاد الكوره، وابو ريده ده راجل فاسد، والاتحاد الكوره ده مش بيعمل ضد البلد. ليه؟ ليه يا عمي؟ وليه يعمل ضد الراجل؟ قدامه فتره هياخد ويدي مع نفسه، قدامه فتره يشوف الامور رايحه فين، هيعيد هيكلة الفريق من اول وجديد. اما فكره بقى انه لو ما مشيش اسمه ده كوبر يبقى كده الناس ما بتحبش البلد، مين اللي قال كده؟ مين اللي وبعدين اي مدرب بيجي بيعمل ايه؟ قال لك بطولتين، قبل دخلنا الامم الافريقيه ووصلنا للنهائي ودخلنا كاس العالم من 27 سنه ولا 28 سنه. انت بقى مش عاجبك حاجه في الفريق؟ مش في حاجات في الفريق عايزه تتظبط، لكن مش معناه ان انا اجي اقول لو ما مشيش كوبر يبقى ابو ريده خاين. يا راجل حرام عليك يا راجل. ابص في بعض المقالات برضو النهارده شاده على كوبر، وكان كوبر ده لدعهم كده. ليه؟ في ناس مسؤوله في اتحاد كوره موجود، واتحاد الكوره الانجاز اللي قام بيه مش قليل، والحركه الرياضيه في مصر مش قليله، فبالتالي الضغط على او الاساءه الى اتحاد الكوره واتهامهم بالفساد ومش عارف بالايه، وانه بياخدوا مش عارف منين، وان الشركه دي بتعمل ايه معاهم، وانه بيقسموا وانه بيعملوا يا راجل تخيل انت ضربه الجزاء بتاعت الفريق المصري دي او بتاعت محمد صلاح لو ما كانتش جت كنت هتعمل ايه؟ حضرتك دلوقتي عمال تخبط اخماس في اسداس، وهنروح غانا وهنعمل ايه؟ ولا نغلب غانا ولا نغلبهاش؟ ولو كان ممكن نروح معرفش لو تعادلنا كان يبقى موقفنا ايه؟ ولو غلبنا غانا ولو اتغلبنا من غانا يبقى موقفنا طبعا ما فيش لا دخول لا كاس عالم ولا حزام في ايه؟ امبارح كانت الارجنتين بتلعب مع الاكوادور، اللي جاب الثلاث اجوان ميسي، اللي جاب الثلاث اجوان ميسي. انا مش عاجبني الراجل المدرب بتاع الارجنتين ده، راجل كده تحس انه عنده هسس، ما وراهوش شغلانه الا كل شويه يجري على الخط وخلاص، وتحس انه بيلطم، ما عندوش يعني سنس تدريب، ما عندوش والله ما عنده، ولولا براعه ميسي ما كانتش ثلاث اجوان جم. فكل وكانت الارجنتين، تخيل بقى لما الارجنتين تخرج من كاس العالم، تخرج من تصفيات كاس العالم. هولندا خرجت، كانت خارج كاس العالم قبل كده يعني. اللي حصل في مصر في الفتره في كام يوم الاخره دول حاجه عظيمه جدا جدا جدا. شيل بركه خارج امريكا الجنوبيه مرتين ورا بعض خرجت، عندنا الكاميرون اللي خارج بطوله افريقيا خرجت، عندنا امريكا اللي خدت كوبا امريكا خرجت، خدت ايه؟ وغانا خرجت على رايك، بس انا بتكلم على اللي خدوا بطولات القاريه في السنه دي كلهم خرجوا، يعني اللي خد بطوله افريقيا الكاميرون خرجت ما وصلتش كاس العالم، اللي خد كوبا امريكا خرج امريكا، تشيلي خدت مرتين ورا بعض بطوله امريكا الجنوبيه وخرجت، طب هتعمل انت ايه بقى؟ كانت الارجنتين على وشك تخرج، فده شيء جيد محترم وشيء عظيم انك تكون ممثل او دوله لها تمثيل في العالم اللي موجود بره ده. وانا عجبني حتى النهارده وانا بقرا الاهرام العربي ملخصين الموقف بتاع الرياضه ككل في الكره في ملعب بوتين، حلو عجبني، سياسه اقتصاد رياضه. السياسه بقى بوتين حاطط مناخيره فيها وبقى يعني هو صاحب القرار. الاقتصاد جزء كبير برضو من
الأوضاع الاقتصادية بتدخل فيها الروس، الرياضة طبعا الأمم أو الكأس العالم سنة 2018. إذن الكرة زي ما بتقول بجلالة الأهرام العربي وزملائنا الأعزاء أن الكرة في ملعب بوتين، وجايبين الرئيس الروسي وهو بينطق الكرة في على الغلاف، وده شيء مهم جدا زي ما بقول لحضراتكم في هذا الإطار. يعني زملائنا لو ممكن هات لي الغلاف بتاع المجلة، ده الغلاف بتاع المجلة، الكرة في ملعب بوتين، يعني معناها سياسة اقتصاد فن. وزميلنا الأستاذ أيمن سمير عامل ملف في هذا الإطار اسمه الرئيس الروسي والبديل للانتهازية الغربية، حل الأزمات الدولية يبدأ وينتهي في موسكو. وبرضه في زملاء لينا الأستاذة رشا عامر كتب عن الرياض وموسكو، معادلات شرقية ومخاوف غربية، الصواريخ الروسية والأمريكية تتزاحم على السعودية، و روسيا السعودية نقطة التحول. أستاذ مصطفى عبادة كاتب في هذا الإطار، أيمن سمير أيضا بيتكلم في قضايا أخرى في الداخل، لكن فكرة الكرة في ملعب بوتين ده حاجة محترمة جدا. وأعتقد أنه الفترة دي الفعل اللي احنا بنعيشها بقالنا سنتين وفي فترة جاية لأنه هو هيترشح تاني لرئاسة الجمهورية، ومهم أنه هو ينجح وإن شاء الله ينجح في هذا الإطار. يعني بيعدل، تخيلوا لو كانش روسيا تدخلت في سوريا كان ايه اللي هيحصل. جمال الكشك رئيس التحرير كاتب في حضرة الرئيس وبيقول انه حضرة الدورة التثقيفية رقم 26 المشاعر بطعم الوطنية المخلصة وتصفيق حار ودموع الكبار والرغبة المستمرة في الانتصار وكبرياء وعز والاخر، وبيتكلم في حاجات مهمة حصلت في الندوة التثقيفية والحقيقة اللي كان فيها الجامعة العربية، امين عام الجامعة العربية احمد ابو الغيط اتكلم، ومقدم شرطة أحمد محمود جلال مروان والده اتكلم، والمساعد أحمد محمد إدريس صاحب شفرة حرب أكتوبر اتكلم، وشهان السادات زوجة الرئيس الراحل أنور السادات تكلمت في هذا الإطار، والسيدة منار زوجة البطل أحمد منسي برضو اتكلمت في هذا الإطار. فده شيء جيد ومحترم لابد أن احنا نشير إليه. قبل ما أخد الفاصل عندي البنطلون، بصوا حضراتكم اللي بيقوله الأستاذ مكرم مش عيب. الأستاذ مكرم كانوا بيسألوه يعني في 300 جنيه بدل للصحفيين وهو الآخر، قال طب كويس، وعشان الصحفيين بقى ايه يعني من ضمن الحاجات اللي قالها يعني انه بلاش يلبسوا بقى بنطلونات جينز مقطعة. وفكرة البنطلون الجينز المقطع ده غالي مش رخيص، يعني ده استاذ ماجد كنا بنقترح فقال لي طب ما تشوف حد كده من الصحفيين، وفعلا كلمت حد من الصحفيين الكبار يعني، سألت كذا حد كده فقلت له انت ما عندكش بنطلون مقطع يا فندم؟ قال لي والله ده انا عندي بنطلون مقطع بقاله فترة يعني، هو صحفي قد في السن كده بس اكثر مني حركة في العالم الصحفي يعني. وقال لي انا كنت بلبس ده وانا في الخارج وكنت ممكن اقابل فيه اي مسؤول ما كانش فيه مشكله. شايفين حضراتكم البنطلون قطعه البنطلون يعني هو كده مقطوع كده، ده نظامه كده يعني، وادي قطع برضو في البنطلون دي الثانيه. يبقى الواحد قاعد كده الصحفي قاعد ولا المذيع قاعد وركبه باينه، تخيلوا يعني يبقى قاعد قدام المصدر وركبه باينه او شعر رجله ادي برضو ادي قطع تاني فين في الشمال في قطع وده. تخيلوا كده ان الواحد قاعد وجزء من 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 اعلى رجله باين برضو قدام المصدر، وده هو نفس النظام، ده يعني اخف واحد جبناه وده هو نفس النظام. فالاستاذ مكرم لما قال الكلام ده خدوه بقى وايه وده تمن، لا ده اغلى من اللي انا لابسه، ده اغلى من السليم يعني، المقطع ده اغلى من السليم هو، بس ان شاء الله باذن الله. وانا استاذنت بس زميلنا العزيز اللي ادانا البنطلون ده، قلت له بس انا عندي فكره كده ان انا البنطلون المقطع ده بالنسبه لنا احنا كصحفيين عايزين نشيله من القاموس بتاعنا، يعني ليه لا يعني نشيله من القاموس بتاعنا خالص يعني. وبالتالي انا معلش يا فندم انا هقطعه على الهواء، قال لي قطع ما تفرقش ما هو كده مقطع يعني، اللي جايبين لي واحد تلم والله جايبين لي مقص تلم قوي. فانا يعني عايز اقول انه لازم نضع نهايه لبست هذه البناطيل بقى وما نقابلش بيها المصادر تاني، ومش عيب اللي قاله الاستاذ مكرم خالص،
بس هي الفكره كلها يا استاذ مكرم انه البنطلون بيجي له ب 600 700 جنيه، ده اقل بنطلون مقطع والله يا استاذ مكرم. يعني لو حضرتك عايز تلغي موضوع البنطلون المقطع ده، ما انا الراجل اداني قال لي اعمل منه شورت. خلاص يا ريس لا شورت ولا يحزنون، عشان انا عايز اقول للاستاذ مكرم بس، استاذ مكرم انا بقطع لحضرتك البنطلون اهو عشان يبقى ده نهايه لعهد البنطلونات المقطعه بالنسبه للصحفيين. كان الاستاذ اسامه سرايا لما كان رئيس تحرير الاهرام العربي واحنا كنا موجودين كان يزعل قوي، اه والله العظيم، لو واحد جيب القميص مرتين لبس القميص مرتين ورا بعض، يعني يقول انا ما عنديش مانع يا سيدي يلبسه رخيص غالي مش مشكله، بس ممكن تيجي بكره ويا سلام بقى لما يكون في ضيف جاي يعمل ندوه يقول لنا لازم تلبسوا بدل وانتوا جايين. الله يمسيه بالخير استاذ اسامه سراج، اه والله كان يقول شكله ومظهر الصحفي حلو. انا طبعا مش ضد ان حضرتك تلبس حاجه متواضعه ولا حاجه على قد حالك خالص، احنا ياما لبسنا. انا عايز اقول لحضرتك ان انا كنت بلبس قميص كنت بقلب اللياقه بتاعته، يعني شهاده للتاريخ، يعني كنت بلبس القميص لما اللياقه تدوب كنا بنقلبها. قول لي يا ريس. الاستاذ محمد سلماوي لما كان هنا فعلا واستضفناه وكان يعني حاجه مفتخره جدا، قال لي انا مش هلبس كرافات عشان انت ما بتلبسش كرافات، فانا جاي بحترم حضرتك عشان انت مش لابس كرافات، لكن قال لي المره الجايه لو جيت لازم تلبس كرافات، وانا ان شاء الله باذن الله يا استاذ سلماوي لما تيجي هوعد حضرتك ان انا اكون لابس كرافات. اذا ده نتمنى ان يكون ده او التصريح اللي قاله الاستاذ مكرم محمد احمد ده نهايه للبس البناطيل المقطعه، وما نلبسش بناطيل مقطعه تاني واحنا رايحين نقابل مصادر، ولا يبقى شكلنا وحش قدام المصادر. البس بنطلون عادي او البس بدله او هات لك بدلتين كده زي زميلنا قطب بنا كده وعينهم في الدولاب وقت ما يكون عنده ميعاد ولا بتاع ولا كلام من دوت، يروح قاعده واحده صيف واحده شتوي، وانا برضو عامل كده والله، عندي بدلتين واحده صيف واحده شتوي وبمشي في هذا الاطار. يعني عموما ده ما يزعلش حد ولا اللي قاله الاستاذ مكرم اساءه لحد. البعض خد كلام الاستاذ مكرم وقعد يقول لك ايه هو معلش ده مش حاسس بالغلا، ده مش حاسس ان البنطلون دلوقتي بقى بكذا، يا سيدي طيب هو بيقول لك ما تلبسش البنطلون ابو 700 800 جنيه المقطع، البس البس بنطلون بابو 300 400 جنيه ويكون لامم كده على بعضه وشكله حلو قدام المصدر، لحد ما تروح يا سيدي البيت بقى البس المقطع، البس المحزق، البس الملزق، البس الممزق، البس اي حاجه، انت حر. لكن فكره انه ما تلبس انا شخصيا كنت مسيء لنفسي في احيان لما كنت اروح اقابل مصادر ما كنتش كويس في لبسي. مش عيب. مش عيب، وبرجع اعمل نفسي تاني اقول الزملاء هنا لما انا زيزو قفلي على الاسبوع اللي فات اللي قبليه قال لي القميص مش حلو، وتخيلوا بقى زيزو بقى ما يقفلي انا اقول له القميص مش حلو، هو ملوش علاقه بيا، زيزو انتاج. قلت له يا زيزو طب طالما انت انتاج روح اشتري لي قميص وتعالى، وكانت الحاله ضنك شويه، قال لي طيب هشوف كده ان شاء الله، ورحنا غيرنا القميص يعني بس هتتاخد مش انت، انا مش شايف نفسك قوي يعني عادي. وياما احنا في الصحافه بنشوف ايام يا لنبها ربنا والفلوس بتبقى على قد حالها وفي ناس بتشتغل اقسم بالله العظيم وانا اعرف الكلام ده كويس، والناس بتوع صحيفه الاهالي مثلا ده انا يعني النقاش ربنا يديهم الصحه استاذ امين النقاش واستاذ فريده النقاش وكل الزملاء في صحيفه الاهالي انا بدعي لهم بالصحه والستر والله العظيم، ان ننزل حد النهارده الجرنان ده بيطلع العائد المادي ضعيف والناس بتطلع الجرنان ومصممه ان يكون الحزب اللي هما بينتموا ليه يكون ليه جرنان بيطلع وليه جرنان بيتحدث باسم الحزب وباسم اعضاء الحزب اللي هو حزب التجمع يعني، وناس لسه بيحترموا الحزب لحد النهارده وده شيء محترم. فاستاذه فريده النقاش والاستاذه امينه النقاش كل الزملاء اللي موجودين في صحيفه الاهالي لهم منا كل التقدير والاحترام. يعني بكره ان شاء الله احنا عملنا تقرير من مدرسه او من احد المدارس اللي موجوده في مهربان عليفه، هي كده اسمها، اتمنى اكون نطقت صح، وفي بعض في حاجات كده ممكن نشوفها كده بسرعه قبل ما نلتقي بالزميلات. انا رحت قضيت يوم دراسي ومارست الرياضة وقفت في الطابور ودخلت الفصل وقعدت اهو، ده حاجة محترمة جدا. وانا رحنا وقت الطابور كان معانا فريق عمل اهو، يعني حاجة محترمة اهو والله. بصوا يعني الواحد
تمام. اه والله العظيم. فان شاء الله باذن الله حاجه فخفخه والله، وتسقيف وبتاع وكلام ده. اه والتزام بالزي، وجابوا لي جابوا لي اهو انا واقف اهو 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 زي الفل. مش هنحرق اكتر من كده، هتشوفوا الفيديو التقرير ده بكره باذن الله. خلوني بعد الفاصل هرجع لماتش مصر والكونغو، وعندي ثلاثه من الزميلات الصحفيات المصورات انجاز التعبير، زميلتنا نجاح علي من الموجز، انا بقرا الموجز كتير، والزميله شيماء صلاح الدين من جريدة المصرية، والزميلة مريم عبد الكريم من موقع المواطن. هما طبعا بيبقى لهم شغل خارجي تاني، انا عارف يعني عشان الدنيا تمشي يعني هيعملوا ايه، بيبقى لنا نحتاية كده في الخارج يعني، او خارج الاطار اللي احنا فيه. بس طبعا بتكلم عن نفسي، ما كنا قدهم كده، كنا بيبقى لنا نحتاية هنا ونحتاية هنا. هنشوف التغطية بتاعة الزميلات في الماتش كانت ازاي، وهل المجال الرياضي مفتوح للزميلات ان هم يعني. اتبسطت جدا بزميلنا خالد صلاح، كان جايب مجموعه من الزميلات اول امبارح تقريبا، كان بيتكلم على رابطه مشجعات الكره، كانت ده حاجه محترمه جدا يعني. فيا ريت يكون للنساء دور مهم في كل مناحي الحياه. هاخد فاصل وارجع لحضرتك. عدنا لحضراتكم. قلنا ناخد زاوية جديدة كده من زاوية الماتش العظيم بتاع مصر والكونغو. والحقيقة يعني كل ما نيجي نعمل فكرة نلاقي، احنا طبعا بنشتغل اربع وخميس، فنلاقي حد خد الفكرة ونفذها. كل ما نيجي نعمل فكرة نلاقي برنامج خد الفكرة ونفذها، زميل خد الفكرة ونفذها. فبقتش عندنا افكار اللي هي المتداولة يعني، بس قلنا نعمل حاجة جديدة كده. لما نبص للزميلات اللي بيغطوا الماتشات اللي زي دي، وهل المساله صعبه عندهم للدرجه دي؟ هقول لحضراتكم بمنتهى الامانه يعني، احنا كلمنا حوالي، او زملائي كلموا حوالي 9 مصورات، 9 في عين العدو يعني. افرض ظهري يا ريس، ما ماتش كوره بقى، بتكلم على كوره انا كده كويس كده، تحس ان انا رئيس كده صح؟ ماشي يا ريس. زملائي كلموا 9 مصورات، منهم ناس غطت الكونغو، كان خمس زميلات بيغطوا الماتش، ومنهم زميلات بقى بتوع وكالات وهو لاخره، وليهم شغل عظيم جدا في الوكالات عندهم، بس برضو ايه رفضوا لانهم بيشتغلوا في جرايدهم، والوكالات زي سبوبه كده او نحتايه او بيشتغلوا فيها بعد الظهر. كلنا طبعا مرينا بالظروف دي، لكن اهتدينا وهم اهتدوا لينا برضو. 3 من الزميلات وهم اجمل ما فيهم ان هم لسه صغيرين، صحيح هم منهم امهات لكن هنعديها، لكن لسه في البدايه مهما يكن، بقالهم 5 سنين، بقالهم 3 سنين، بقالهم 4 سنين. فكره ان تلاقي مصوره في الملعب شيء عظيم جدا. نجاح علي جريده الموجز، صح كده؟ نجاح علي صح. علي بابا اسمه علي وجد اسمه علي. وجد اسمه علي. لا والله نجاح علي علي، حلو قوي. وشيماء صلاح الدين عبد الجواد دي جريده المصريه، ومريم عبد الكريم موقع المواطن، صح كده؟ انا قلت تمام. يمكن شيماء انا التقيت بك، كنا كان في جورنال اسمه عاجل زمان، مش كده؟ سبتيه دلوقتي؟ الحمد لله. من بدري. نجاح ليها كانت موجوده في الماتش، وشيماء كانت موجوده في الماتش، ومريم كانت موجوده في الماتش. مش عارف زملائي ممكن يجيبوا لنا لو صور، نبدا بنجاح كده، هل ليه صور ليها ولا لا، وهي برضو تعلق على المساله دي. لكن هقول لهم يعني السؤال اللي يمكن مش خاطر على بالهم قوي، مش خاص باعمالهم يعني، ايه اللقطه الاهم اللي انتوا شفتوها في ماتش، او اللي انتوا كنتوا نفسكم تعملوها في ماتش مصر والكونغو؟ اللقطه الاهم اللي تصوروها يعني. اللقطه الاهم اللي احنا نصورها ان نلاقي كل يعني احنا لقينا صور كتير جدا، وفرحه اللاعبين كتير، اللعيبه كانت بتبكي من الفرحه،
ودي كانت حاجه فعلا تدل على الانتماء اللي عندهم وان هم قد ايه كانوا عايزين فعلا ان هم عندهم عزيمه ان هم يكسبوا. والحمد لله احنا كل اللقطات احنا جبناها. هو صعب جدا ان انت تجري ورا كل لاعب، بس الحمد لله قدرنا على قد ما نقدر ان احنا نعمل شامل لكل اللقطات المميزه. بس الحمد لله لقطنا لقطات كويسه جدا لكل اللاعبين وفرحتهم. الجمهور، في جمهور كان فعلا الجمهور اللي كان موجود هو اللي ادى عزيمه للعيبه دي بزياده اكتر من العزيمه اللي عندهم. كانت الحمد لله ان احنا قدرنا نعمل تغطيه ممتازه في الماتش ده. طيب ارجع برضه اقول لك ايه اللقطه الاهم اللي زميل تاني صورها او زميله تانيه صورتها وانت كان نفسك تكون من كان في لقطتين. اول لقطه لزميل لنا اسمه استاذ عزت السمري، لقطة الولد محمود اللي بالعجاز اللي من فرحته اتشقلب، دي كانت من لقطات مميزة جدا. اللقطة التانية لقطة في برضو ولد كان قاعد على كرسي متحرك من كتر فرحته نسي ان هو عاجز، ان هو مش قادر ان هو يمشي. لا هو ما حدش لغاية دلوقتي شفناها لقطة، بس احنا لقينا اللقطات كتيرة كانت موجودة على التي في. ان هو الولد وقع من على الكرسي من فرحته، نسي ان هو عنده اعاقه. لكن هم تقريبا الاتحاد الدولي اعتمد صوره استاذ عزت السمري، وهي بصراحه من الصور الممتازه، واصلا استاذ عزت كمان من المصورين الممتازين. فانا احب احييه على الصوره الجميله في طيب شيماء انت نفس الاطار، هو صوره عزت السمري هي الاهم. صوره الولد اللي كان بيبكي كمان في المدرجات، يعني دي احنا شفناها فيديو، دي مش صوره، دي فيديو اتخضينا منها لانها كانت حلوه. وكانت في صوره بقى غايبه عننا كلنا، هي صور اللعيبه بتوع القناه، لان هم بعد الماتش اختفوا تماما. اختفوا بمعنى كمان محدش لقط اي لقطه. انا صورت واحده بس من الجمهور بتاعه ساعة الجون الأولاني، بس هي كانت لسه هتبكي بس ماسكة نفسها. دي كانت ممثلة عن الفريق بتاع الكون. لكن بصراحة الماتش كله مفيش أي صورة لأي لعيب من الكون، ودي تقريبا بسبب إن احنا بقى بنجري ورا اللعيبة بتاعتنا، ويعني الموضوع كان صعب قوي بعد الجون التاني. لكن هي صورة الأستاذ عزت السمري دي رقم واحد، دي اللي بتعبر عن ال. أنا عايزة أقول كمان إن يعني فضل. محمود بيلعب كورة حلوة جدا. محمود ما أنا شفته امبارح، احنا متابعينه من أول الماتش، وكان بيلعب كورة حلوة جدا. شفته قاعد ينطق الكورة امبارح بتاعه، كان جامد قوي. لا هي وتحس إنه الرياضة جواه. يعني هو بيتكلم حتى بيقول ان بعض المتبرعين كانوا عايزين يجيبوا له رجل صناعي، قال لا انا العكاز صديقي، فده شيء ده شيء جيد. حلو قوي. طيب مريم، هل صوره عزت السمر هي رقم واحد؟ هي طبعا رقم واحد، بس في برضو لقطه انا عن نفسي ما خدتش بالي منها او ما شفتهاش في الماتش، شفتها بعد الماتش. لقطه محمد صلاح لما الجون دخل فينا ونام على الارض، انا ما اعرفش دي ازاي فاتت. دي فيديو اون انا انا بس اكيد في زملاء واخدينها، بس انا ما اعرفش ازاي فاتت. لا يعني هم ما لقطوهاش، هي ما تصورش. هو انا برضو شفتها يبقى قاعد في الاستاد من فوق، من نقطه عاليه في الاستاد. فهو ده ممكن يكون لقطها، يعني احنا لغايه ما شفناهوش ان هو نزلها او لا، بس هو بيبقى موجود في اعلى نقطه في الاستاد، فهو اكيد ممكن يكون خدوا بالها منها، لكن احنا لغايه دلوقتي ما شفناهاش، احنا شفناها فيديو بس على قناه. يمكن اللي خدها ياخدها من الفيديو. ممكن يكون خدها. لا لكن لقطه اللي هي لا طبعا لقطه استاذ عزت السمري كويسه جدا طبعا، رقم واحد. يعني لو اجمالا انتوا بتغطوا رياضه بقالكم قد ايه؟ انا بقالي كده بالظبط 3 سنين. 3 سنين بقالك قد ايه يا شماء؟ انا ده اول ماتش ليا. اول ماتش مريم بقالك قد ايه؟ 4 سنين. 4 سنين. طب يعني لو قلت في ال4 سنين، معلش هرجع بالذاكره شويه، ايه اجمل لقطه شفتيها برضو لزميل تاني وكان نفسك، او زميله تاني وكان نفسك تعمليها في ال4 سنين اللي فاتت؟ اجمل لقطه هو طلع يعني الموسم اللي هو الزمالك خد فيه الدوري والكاس، كانت فيه لقطات كتير كويسه بتاعه الجمهور وبتاعه اللعيبه. فده اكتر موسم يعني كانت كل اللقطات فيه كويسه. هي اللقطات المميزه دي بتيجي بالحظ كده ولا بتبتدي بها؟ مش بالحظ، بس طبعا كل واحد بيبقى عنده. يعني دي يعني انا فعلا انا اشوف الاستاذ عزت السمري، احنا كنا عايزينه معانا النهارده، بس هو كان موجود النهارده الصبح في اون تي في، في اون لايف النهارده. ف يعني مش عارف، يعني التحيه، وتحيه كمان للولد نفسه، للشاب نفسه اللي يعني انا ما اعرفش تبقى ده اثبت ان الاعاقه مش في الجسد. يعني انا ما اعرفش عملها ازاي، وما اعرفش برضو عزت لقطها ازاي.
هو عامه محمود عنده لياقه بدنيه. بتعرفوه من زمان؟ هو موجود على طول في ماتشات الاهلي. والله هو يعني مشجع اهلاوي. اه او على طول متواجد في ماتشات الاهلي. امبارح قربوه باين. فهو ما شاء الله عنده لياقه كويسه جدا. يعني حتى لما احنا كنا واقفين في الماتش ما بين الشوط الاول والشوط الثاني عدينا من جنبه كان بيلعب مع الاشبال بالكوره بطريقه جميله جدا وعنده لياقه جدا. يعني ان هو لو كان فعلا بس توصل لمساله ان هو يقفز بال ده احنا لياقته البدنيه وفي كمان بيقدر اصلا يلعب بالكوره من رجل الراس لرجل الراس ده يخليه ان هو يقفز لان هو عنده لياقه بدنيه كويسه. هو متحدي الاعاقه بصراحه. وكان بيتنطط من غير ما مش ماسك حاجه في ايده كان بيتنطط وهو واقف كده من غير عكاز. هو نفسه قال كان بيتنطط هو من الفتره اللي بدا يعني خلاص اتاقلم ان هو عنده ان هو ان في اعاقه وان العكاز ده بقى صديقه فعلا. هو بدا يعني يتاقلم معاه يعني يتاقلم ان هو خلاص ده بقى جزء مني فانا هقدر اتحرك هعمل اي حاجه هو موجود يعني معي. هو وانت بقالك 3 سنين يعني في ناس بكل ماتش بتروح او الماتشات المهمه بتلاقيها موجوده هي نفس الوجوه. يعني في واحد كده ساعات بلاقيه لابس الجلابيه بتاعه العالم دي وهو ده موجود. كان في زمان واحد في الزمالك كان دايما بيقول اغاني وحاجات كده ارتجالي بتبقى شكل اسمه الخواجه ده موجود لسه الخواجه لسه موجود وبيجي ماتشات. وبرده عندنا شخص زي محمود برده مرجان مؤمن مرجان ده برضو واحد متحدي الإعاقة وللزمالك وموجود في كل ماتشات الزمالك وبيسانده حتى لو على سفر. فده من الناس برضو اللي موجودة اللي يعني بتدينا احنا شخصيا الناس دي وهي موجودة في الملعب بتدينا عزيمة ان احنا لازم نشتغل. يعني احنا الحمد لله يعني ربنا انعم علينا ان احنا بكامل صحتنا فاحنا لازم يكون عندنا قوة وإرادة احنا بنتعلم من الناس دي. طيب شيماء من المصورين الصحفيين الرياضيين خليني اركز في الرياضه شويه عشان زميلنا ايهاب جلال واقف لي بالخرزانه في الاستوديو. يا ريس على عيني طبعا ازاي بيخش بدخله. انا ايهاب جلال يقول حاجه وترجع. بالنسبه لك انت مين يعني شايفاه ان هم عظماء التصوير الرياضي قبل الواحد ما يخش كده. انا قبل ما بقعد مثلا كنت بقدم لهم جسمه ومنشيت فكنت بشوف اللي كانوا بيقدموا البرامج دي ازاي ونوعيتها ازاي اختلف عليهم ازاي هم افضل مني في ايه انا افضل منهم اتعلم منهم ازاي. مين من العظماء في التصوير الرياضي؟ هو عموما انا يعني في التصوير الرياضي ما عنديش خلفيه كتير قوي شويه لان الجورنال ما كانش بيغطي قبل كده رياضي. وحديثا واللي انا عارفه استاذ عزت السمري استاذ احمد جمعه اللي موجودين احمد جمعه ده حبيبنا كان بتاع الدستور. ايوه ده حبيبنا احمد جمعه. فيعني انا بحب لقطاتهم. في الجباس برضو كان حبيبنا. في الجباس طبعا موجود. في ناس كتير قوي عشان ما انساش حد بصراحه. في اسامي ناس كتير محترم وكمان مصورين اسكندريه الناس كانت موجوده كلهم وناس محترمه جدا. فانا مش عايزه انسى اسم بس في اسامي كتير. بس قديما بقى لا يعني بصراحه مش متابعه قوي في موضوع كرة القدم لان دايما حضرتك عارف شغلنا سياسة ومظاهرات ودايما بنتقابل في المظاهرات. فطبعا الموضوع بيبقى اكتر جري برضو بس في مظاهرة عارفين بقى القادة السياسيين. لكن الرياضة دي اول مرة واول تجربة وانا احب يعني بالمناسبة دي اشكر الجورنال ان هو قدم لينا الفرصة ان احنا نعمل موضوع رياضة لان هو عجبني جدا. على فكرة بتبقى جرائد لسه وليدة وبتسعى معاكم وبتروح وتيجي وانا بشجعها جدا. يعني هي تجربه جديده للمصريه وفي نفس الوقت تجربه جديده لينا كمصورين كقسم تصوير في جريده المصريه. وان شاء الله يعني مش هكون ولا اول ولا اخر مره خالص تمام بعد اللي انا شفته والتجربه. فانا هنازل كمان المصورين اللي معانا ان شاء الله بالاتفاق مع استاذ احمد جمعه ونحاول نعمل حاجه كويسه الفتره اللي جايه ان شاء الله. جابوا اخونا محمود. يا محمود ايه يا فندم ازيك يا استاذ محمود عامل ايه؟ لا حضرتك يا باشا اخبارك ايه؟ ماشي الحال الحمد لله. ممكن اطلب منك طلب حضرتك وبسلم على البنات الجمال اللي مع حضرتك. لا ده عمالين نشكره فيه خالص يا محمود. لا في معانا مصوره نجاح علي بتقول ده انت اهلاوي وكل المباريات انت بتبقى موجود فيها بتاعه الاهلي فده حاجه كويسه يعني. معني زملكاوي كلهم بامانه يعني شخصيات محترمه وبجد بيجتهدوا جدا عشان يطلعوا احلى لقطات في المباريات وبجد يعني الله يكون في عونهم لانه بيتعبوا جامد. طب يا محمود دي احلى لقطه اتلقطت لك اللقطه بتاعت امبارح دي اول امبارح دي؟ بتاعت استاذ عز في دي بصراحه احلى لقطه في حياتي وزي ما هو سماها يعني لقطه الفرحه.
لان الفرحه فعلا كانت غايبه 28 سنه. انت بتلعب كوره محمود؟ ايوه يا باشا. بتلعب كوره فين؟ في لا مش بلعب في لا 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 مش قصدي فريق يعني، لا انا اقصد الساحه اللي بتلعب فيها، المكان اللي بتلعب فيه، وبتلعب يوم ايه؟ يعني عايزين نيجي نلعب معاك بس يا باشا. تيجي تنور. لا والله ما بهزر، انت انا شفتك امبارح، انا شفتك امبارح مع زميلنا خالد صلاح، انت بتنطق كوره وشغال وصدر وهد وركبه لا لا انت شغال تمام يعني. فبس عايزين نيجي نتعلم منك لو بتلعب في ساحه معينه يعني. لا انا عموما بلعب مع صحابي يعني. في اي مكان؟ في بنحجز نادي كده ونروح نلعب فيه وكده. انت من السلام، من منطقه السلام مش كده؟ مدينه السلام بلد رجاله. مدينه السلام. طب هو النادي الاهلي امبارح ما كرمك، ما قالكش مثلا اديك عدويه شرفيه ولا عدويه؟ ادالك خدت؟ انا عموما طالع دلوقتي هوا كمان ربع ساعه على حلو قوي الاهلي مع كابتن شادي. حلو قوي. حلو كابتن شادي محمد. ايوه. طب ده حلو قوي. وانت بقى الاهلي عمل معاك ايه؟ بيقولوا لي انا زميلنا المخرج بيقول لي ادوك الماتشات بتاعت الاهلي كلها مجاني من هنا ورايح. صح كده؟ يعني انت هتروح ماتشات الاهلي مجاني من هنا ورايح؟ لا انا عموما اوريدي بروح بخلاف قبل كده يعني. انا كل الماتشات موجود فيها حرمات الاهلي. هي سوري مع النادي الاهلي كل ماتش. تمام. يعني انا كنت موجود في اول ماتش في الدوري، ماتش طلائع الجيش في استاد السلام عندنا. كويس. كنت موجود في ماتش افريقي في افريقيا، كنت موجود في ماتشات افريقيا في الدوري. تمام. يعني لا انا ورا الاهلي في كل حاجه والله. ده حاجه كويسه. هي نجاح نجاح بتقول لك رغم انها زملكاويه بس هي بتحب وجودك معاهم في كل ماتشات الاهلي يعني. يا باشا كل واحد يشجع كيانه. ولا ايه يا استاذه نجاء؟ اكيد طبعا يا محمود. انتوا عارفين بعض كويس صح؟ انا بشوف ماتشات الاهلي كتير بصراحه. هو انا عشان عامه بغطي ماتشات الزمالك بس انا بشوف ماتشات الاهلي كتير وبالذات الماتشات الافريقيه او الماتشات المهمه. فمحمود بقى متواجد باستمرار يعني. محمود سؤال اخير، الصوره دي اشهر صوره يعني اكتر صوره شهرتك؟ يا باشا بجد يعني من هي اولا هي اتكرمت من الفيفا الدولي. تمام. وكمان يعني اللي سمعته من الاخبار ان هي اتكرمت من الجيش الامريكي، خدوها حافز. تمام. للانتماء والفرح. ما جالكش اي تليفون خارجي؟ ما جالكش اي حد كلمك قال لك ان احنا يعني من كتر اعجابنا بالصوره دي فيعني نطلب تكريمك مثلا؟ اي حاجه خارجيه؟ لا لا في كتير، في كتير يعني. في استاذ اشرف شيحه. لا لا انا بتكلم خارجي. انا عرفت موضوع العمر. خارجي. خارجي في استاذ خالد العليان من السناب شات الرياضي. خالد العليان. تمام. وفي الشيخ منذر الشيخ مبارك ده اللي قال هيسافرني روسيا مع المنتخب عشان اشجع. تمام. بخلاف ان برضو الاستاذ دي برضو عشان الاستاذه نجاح هتفرح بيها. دي كلمه شكر الاستاذ ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق. انه طلع وصرح وعبر انه هو برضو متكفل بسفر لروسيا مع المنتخب يعني. لتشجيع روسيا هناك. طب لو ما رحتش روسيا محمود هتحس بايه؟ نفترض لا قدر الله ما رحتش روسيا. لا بص مبدئيا اكيد هزعل جدا يا استاذي، بس الفكره كلها هتمنى التوفيق للمنتخب وان شاء الله نعدي الدور الاول. بص هقول لحضرتك على حاجه. كل حاجه بايد ربنا، سواء مقدر لي ان انا اروح مش مقدر لي ان انا اروح، دي حاجه كل اللي انا عليا هقول حاجه واحده بس، الحمد لله على كل شيء سواء رحت او ما رحتش. الحمد لله. واللي يروح مكانه هيشد اكيد يعني. يا محمود انا بشكرك شكر جزيل. محمود عظيم. انا بشكرك شكر جزيل. وبسلم لنا على الكابتن شادي محمد وقول له ان شاء الله نبقى نلتقي في الاهلي، ما نعده في نادي الاهلي يعني، فلما نلتقي نعمل فريق كده وتبقى معانا هناك مفيش اي مشكله يعني. حلوه حكايه التصوير ما بيزيد بهجه، وحلوه كمان ان الناس دلوقتي متعوده حتى في الافراح ما بقاش في حد بيصور الا بيصور فيديو
هو بيصور بالموبايل، مفيش التصوير اللي هو بتاع زمان الكاميرات والحاجات دي وكده. انتوا لا يعني دلوقتي بقى فيه ان لو في الافراح بيطلبوا مصورين يعمل لهم سيشن تصوير. نعم فندم. سلاسل المخرج قول لي يا فندم. لا قول لي يا فندم تحت امرك. يعني انهي انهي السؤال؟ طيب ما تجاوبيش على السؤال الا بعد الفاصل. اوكي والله لا طلع فاصل، ده انت حبيبي يا انس. فاصل ونرجع لحضرتك. عدنا لحضراتكم. استاذ انس ارتبك ساعه ما قلت له فاصل، انا مش فاهم هو مرتبك ليه. وبعدين يا ريس ده انت حبيبي. اه والله انت حبيبي نايم الجيزه يا انس. طيب هرجع لسؤال نجاح اللي كنت بساله لحسن انس يزعل منك. ماشي اوكي. انا كنت سالتك على ايه؟ على ان دلوقتي بقى متواجد في الافراح يبقى فيه مصورين. اه ما يعني دلوقتي الناس مهتميه بالسيشن، تعمل سيشن او تعمل سيشن تصوير. اه وال... الله ينور عليك على كات سيشن. مش مش على ايامي كات سيشن تصوير دي. لا كانت موجوده حركات و... كل واحد ده دلوقتي اللي لسه هيقرا فاتحه بيعمل سيشن تصوير. اللي لسه متعرف على البنت بيعمل سيشن تصوير. ممكن لما تعرفه اصلا بيصيح شويه برضه بيعمل سيشن. مش عارف انا الحكايه بتاع السيشن تصوير يعني. لكن انتوا ممكن تعملوا الحكايه السيشن تصوير دي؟ آه هو احنا ممكن لو حد من قرايب لينا او حد مثلا من اصدقائنا ممكن مثلا نعملها له كشكل مجامله. بس كان احنا متخصصين. لا انا عامه متخصصه رياضه. لان انا من الاول انا يعني. انا بحب الكوره عامه يعني. من وانا صغيره والدي الله يرحمه كان هو اللي حببني في الكوره. فانا لما كبرت دي كانت وصيته ان انا اشتغل في اي حاجه في الزمالك. كانت لازم تسافري بقى جدا. طب انت هتسافري روسيا؟ والله هو نفسي بس الامكانيات مش هتساعد يعني. هم طالبين منكم فلوس ولا ايه؟ لا مش فلوس بس اكيد احنا هنطلع على يعني هيطلع على يعني على حسابنا الشخصي عشان الجورنان صعب يسفر. اما يعني لحد ما بيطلعوا عامه رؤساء الاقسام او كده. بس كمصورين هم نفسهم عامه احنا اللي بنتحمل تكاليف. يعني انت ممكن تروح لو معاك فلوس؟ لو معايا اكيد هروح طبعا. هتروحي الشارع لو معاك فلوس؟ اكيد. طب ولادك هتوديهم فين انت؟ هم معايا. لا انا هموتهم طب معاهم بقى. يعني انا فعلا كنا بنتكلم في الجورنال ان احنا لازم نودي مصورات. حتى لسه كنا بنناقش دوت قبل الحلقه ان احنا كزميلات مصورات احنا خمسه بس. فليه الشعبه ما تتواصلش مع الاتحاد مع الفيفا تودينا احنا خمسه؟ اكيد طبعا المصورين الباقيين يعني. يمكن يقولوا ان احنا هناخد اعضاء النقابه. ما هو انا عضو نقابه. لسه نجاح انت مش لسه نجاح لسه لسه مريم برضه مش عارف نقاب مريم لسه لسه مش عارف نقاب. لا بس يعني هم بقالهم كتير في مجال التصوير الرياضي. فهو يعني اصلا كده ولا كده هم خمس مصورات بنات حاليا. فالمفترض انها خمسة. هو يعني هو بتوع المشجعات. مشجعات اسمهم ايه؟ رابطه مشجعات مصر في روسيا 2018. طب ما تروحوا رابطه مصورات مصر 2018. ايه رايك برضه يا انس؟ ايه رايك في البتاع مش كده؟ تبقى رابطه. عايزين حد يتبنانا. صح يا ريس؟ ايه يا ريس؟ انا بقول كده برضه. رابطه مخرجي البرامج ورابطه المذيعين برضه. ونروح روسيا او بتاع الكلام ده. لا بس كده هنروح روسيا. بس يعني انا الفكره اعتقد انتوا لكم في زميله مثلا في الاهرام في الاخبار في مصوره صحفيه يعني ولا ما؟ ولا اللي في الاهرام مثلا كلهم رجال وفي الاخبار كلهم رجال؟ لا وعامه اللي احنا بنشوفهم معانا في الملعب على طول لينا يعني في كام بنت تاني هم على طول متواجدين في كل الماتشات. يعني في ناس متخصصه بتغطي اهلي في بتغطي زمالك في اللي بيغطي اكتر من مكان تاني بقى في موجود بنات. الاول كان الموضوع كان صعب جدا تلاقي بنت في المجال ده. بس لا بقى في ناس موجوده في رغم الصعوبات. رغم صعوبات كتير احنا بنواجهها وما زال اول ما تمسك الكاميرا ورايحه ماتش تمام ايه العقبات اللي انت يعني لو اتذللت هتعملي انتاج افضل بس بالامانه تسهيل نوعيه الكاميرا مثلا. هي نوعيه الكاميرا اكيد معدات. المعدات كل ما يكون معدات افضل معاكي كل ما الشغل بيطلع اكتر. الجورنال بيديك الكاميرا؟ هي الكاميرا انا اللي بروح بالكاميرا الخاصه بتاعتي. الكاميرا الخاصه بتاعتي؟ يا كاميرا تعبانه بقى. لا هي كاميرا لحد ما كويسه لان كنت مشتريناها قبل الغلاء. قبل الغلاء. ايوه. والله. بس اللينس اللي انا بصور بيه العدسه اللي انا بصور بيها دي انا باجرها من مكان
عشان تديني شغل افضل. الاول كانت معايا العدسه الخاصه بتاعتي بس انا العدسه بتاجريها من مكان لاني كل ما بعوز شغل افضل كل ما لازم يبقى معايا معدات احسن. طب ليه يعني انت هي العدسه ثمنها اغلى من الكاميرا؟ طبعا والله. وهي العدسه ثمنها دلوقتي حاليا ب 44000 جنيه. انت بتدفعي بقى من جيبك العدسه؟ انا بدفعها لا والله. هي ثمنها 44000 جنيه. فطبعا لا اله الا الله احنا بنأجر العدسه ده ان انت تأجر العدسه بس مش الكاميرا نفسها. فطبعا كل ما تكون حاجه جودتها اعلى كل ما الشغل بتاعك هيطلع احسن. وده اللي حصل معايا فعلا. الاول كنت بصور بعدسه قليله فشغلي كان بيبقى يعني اللي هو مظبوط بس عشان انا يعني ممكن اللقطات اللي باخدها كويسه كادراتي كويسه فالشغل بيطلع لحد ما كويس. لكن لما طبعا المعدات اتحسنت فالشغل طلع احسن بكتير. ابرز مشكله بتواجهك في اللي كنت بتصور؟ ابرز مشكله لا احنا المشكله بتواجهنا عامه قبل ما نبدا الشغل دخول الماتشات. احنا عامه الاتحاد موفر لنا تصاريح طلعنا التصاريح كل حاجه. انا شخصيا مصوره معايا كل التصاريح اللي تخليني اخش الماتشات. العقبه الامن اللي واقف ممكن او ممكن نروح مكان. طب انتوا بتروحوا مع بعضيكم؟ احنا بتروحوا يا مريم مع بعضيكم مثلا؟ انا وهي عشان بنغطي زمالك فبنروح سوا. عشان بغطي زمالك فاغلب الوقت انا وهي في الماتشات مع بعض. ماتشات الزمالك؟ لان احنا عامه بنغطي زمالك. غطي المقاولين؟ انا حاليا ده اول ماتش فانا مفترض الحاجه الوحيده اللي انا خلاص ما تخش معاهم في الزمالك عشان تبقى انتوا التلاته. لا انا اهلي الاهلي. طب خلاص خليك خليك راجل زمالك هتبقى احسن. انت زمالك انت زمالك. لا لا انا اهلاوي بس هي الفكره. لا مش لا لا, لا اهلاوي ولا زملكاوي بس يعني انا عضو الاهلي لكن انا لو لقيت حاجه في الزمالك ماتش كويس ماتش كده هو ممكن انا هغطي كله يعني انا ماليش علاقه لان انا بشجع بره. انا ساعات بشجع الارجنتين. ثانيه واحده بس هو انت اصلا من مجرد ما بتمسك الكاميرا انت مالكش علاقه انت بتنسى الاهلي ولا الزمالك ولا مصر ولا اي انت بتصور وبس انت مع الكوره رايح جاي مع الكوره بس ما بتعملش حاجه تاني. طيب هل المشاكل اللي بتقولها نجاحي نفس المشاكل اللي انت بتواجهها يا مريم؟ ايوه طبعا المعدات بتفرق وبرده في نفس الوقت ان احنا الداخليه ساعات مش بس مش هم يعني افراد الامن اللي بيبقوا واقفين. طب انت معاك تصاريح الدخول؟ ايوه ما المشكله احنا بنتكلم واحنا معانا التصاريح. هل معاكم انتوا بالذات ولا مع الكل؟ لا لا بيبقى معانا احنا كلنا مش يعني مع كل المصورين. في ماتش اخر ماتش كان للزمالك كان اغلبيه المصورين واقفين بره. ليه الكشف مش موجود؟ طب ما هو مفيش كشف لان احنا اوريدي معانا تصاريح. الاتحاد ما بعتش الاتحاد طلع تصريح. التصريح ده بنخش بيه جميع المباريات في الدوري. ولو في مباراه يعني مهمه زي المنتخب كل مباراه بيبقى فيها مشكله. كل مباراه بيبقى فيها مشكله اللي هو لازم نستنى ساعه عقبال مثلا ما يدخلونا. لو ماتش سهل في مثلا بيترو سبورت ما بيزودوش قوي. لكن انا اول ماتش في الدوري للزمالك انا وقفت تقريبا 3 ساعات على الباب عقبال ما دخلت. طب بس انتوا كويس ان انتوا رحتوا الكون ومصر المره دي كان حلو جدا. ليه؟ عشان كان في تنسيق في شعبه المصورين. وبصراحه انا حابه اوجه لهم الشكر. استاذ عمرو النبيل. استاذ عمرو النبيل واستاذ شعبه المصورين. دلع سلامه يا استاذ عمرو. حبيبنا عمرو. استاذ احمد جمعه واستاذ احمد اسماعيل واستاذ احمد رمضان. هم اللي بصراحه وفروا لنا وكانوا معانا حاجه بحاجه. انا اول مره نخش بالباص لغايه الملعب من جوه. يعني احنا داخلين ما قابلتناش في الماتش ده اي معوقات بصراحه. طيب. يعني هم كانوا منسقين فعلا معانا. كمان الباص دخل لغايه جوه ودي اول مره. طب انا عايز اسالكم سؤال كده. هل انتوا بتحسوا انه لو انتوا مثلا في الاهرام في الاخبار في الجمهوريه بيبقى موقف المصور افضل؟ طبعا 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 كبيره. طبعا. في تمييز يعني انت بتحس بتمييز هو مبدئيا احنا المصورين موفرين كل حاجه ما عدا تقريبا مصورين الاهرام كانوا تقريبا هم بعربيات خاصه فتقريبا المشكله مش هتبقى موجوده. لكن احنا قعدنا برضو مده طويله عقبال ما دخلنا بمساعده استاذ احمد رمضان واستاذ احمد اسماعيل واستاذ احمد الجمعه. يعني كانوا على طول ينزلوا كده في العلاقه مع زملائكم. طبعا يعني بصراحه انا رحت يعني عارفه بيحموكوا كده وبيحضنوكوا اكيد فاهم. هم كل شويه ينزلوا يدوروا على مصالحكم برضو يعني اكيد اللي هي عناصر كتير كويسه. انا شخصيا حصل معايا موقف ان الكاميرا بتاعتي كانت فيها مشكله وزميلنا احمد رمضان واحنا في الباص بنصور فين يا فندم؟ احمد رمضان في صدى البلد. شكرا استاذ احمد. استاذ احمد رمضان في صدى البلد بصراحه لان هو نزل للامن كذا مره. بس صدى البلد كان فين؟ لا مش عارف. هو في صدى البلد. اوعى تكون نحتايه يا صدى البلد. لا 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 هو بصراحه نزل كان في مشاكل كويسه قوي. يعني كان في مشاكل هو موقع في موقع صدى البلد. كان نازل فيه مشاكل كثيره جدا مع الامن وهو كان تقريبا كل جزء بينزل يتكلم مع الامن. لا احنا معانا تصريح. طب سهلوا لنا الدخول من كذا. طب هندخل ازاي؟ طب بعد اذنكم نخش لغايه الملعب من جوه. احنا كان اول ماتش فعلا نحس فيه بارتياحيه. اللي هو ده اللي هو ده مصروف يعني ده بدايه كويسه. يعني كانت بدايه كويسه للشعبه لان هي الشعبه كانت لسه 3 سنين. دي بدايه كويسه دي. طبعا 3 سنين كان عذاب. انا اول موسم دخلت. طب ما تعملوا بقى من هنا قريب هو الماتش ده اصلا نقله. هو الماتش ده
الماتش مهم. الماتش طبعا ده عشان هاتوا لنا صورهم كده يا شباب، هاتوا لنا صورهم كده يلا. طبعا ده عشان انا حضرته يعني. ها طبعا طبعا يعني لو مره السبب في انهم غلبوا، انت السبب في انهم غلبوا وان الكونغو جابت فينا جول. دي صوره مين دي بقى؟ انا دي صوره شيماء. ودي كمان ماشي، دي صور شيماء الاول. دي كلها صور. ده طفل. طب ما تجيبها على الشاشه دي. شغال. ايوه يا ريس ماشي الحال. الاسكندراني ده على فكره هي الناس ما كانتش عايزه تروح. ده بتاع الكونغو. الاطفال دول بعد الماتش بعد الجون الاولاني. دول اتنين من زاوية الاحتياط. هات اللي ارجع دي. لا دي اللي جايه دي بتاعتنا. ارجع. ما كانتش في الماتش ده صح؟ دي نبدا بمريم بقى. دي دي مريم. ماشي. مريم. ماشي. تمام. ماشي. ماشي. عبد الشافي. في نجاح؟ فيش نجاح؟ دي كانت مشجعة ذو الإعاقة برضو. خدت من أول كمين لغاية الاستاد من جوه، هي ماشية على الـ على الـ على الكرسي بعجل. وده كان طفل فرحان في آخر الماتش. ده كان احتفال، وكان ساعتها هو بيقول لهم سيبوها لي، سيبوا لي أنا. أنا هتعامل معاه. وده كان مشجع بعد، وده كان فرحان جدا بالكاس. الناس كلها كانت في حالة فرحة فعلا. كانت فرحة هستيرية. يعني الماتش ده انتوا شايفين ان هو نقلة في حاجات كتير. كتير. اهتمام. تصريح دخول كانت كويسة جدا معانا، مسهلنا كل حاجة. الشعبة عشان هي الشعبة لسه كانت يعني عاملين انتخابات ولسه موجودين. فبصراحة يعني استاذ عمرو نبيل كانت في الانتخابات الجديدة بس كانت ربنا يوفقك يا استاذ عمرو. ده عمرو نبيل ده حاجة كبيرة. ساعدونا يعني. كان بيشتغل في الوكاله الفرنسيه وكان لا وبيساعد كل الناس بصراحه. لا هم يعني انا مبسوط من حكايه العلاقه اللي بينكم وبين بعضيكم دي، علاقه لا الحمد لله كويسين ما بيننا احنا كلنا عامه. بنبقى مبسوطين واحنا مع بعض في ماتش كويس. لو حد مثلا حصل له مشكله بتلاقي اللي قاعد جنبه، طب تعالى ساعدك، حد بيقعد اظبط لك حاجه كده. فاحنا الحمد لله لحد ما كلنا كويسين مع بعض. لكن انت عايزه اكتر يا مريم انه يبقى في اهتمام بيكوا اكتر يعني. طبيعي يعني. انت برضه بتشتري بتجيبي كاميرات وتشتري العدسات وحاجات كده؟ العدسه العدسه باجرها، لكن الكاميرا معايا بس العدسه باجرها. يعني كل ما تحوشي قرشين عشان تتجوزي وتصرفي على العدسات. احنا الشغل اهم دلوقتي. يعني انت عندك شغل اهم. ايوه طبعا. اواجه يا قد؟ قول لي يا قد. طبعا. لا بس ما هو اللي شغالين عندهم برضو على قدهم، ما يعملوا ايه؟ ما هو اللي شغالين عندهم حالتهم كده. ما يعني احنا لو في مكان اكبر. ايوه انا واثق ان كان هتوفر لنا معدات احسن، كان البرامج احسن، الاجهزه اللي بنشتغل عليها احسن. كان هيبقى مسموح لنا حاجات كتير. وكمان برضو يعني هو بس هي اللعيبه يعني هي اللعيبه بتخاف تتكلم. هو ما لهمش ذنب، بس مثلا لعيب تيجي تقول له انا تبع حاجه هو مش عارفها، فلا يخاف. اللي هو يعني انت ممكن تروح تقولي لعيب انا عايز اصورك صوره معينه. مش هصورك، لا الصور عادي. احنا عامه شغالين كمان صحفيين مثلا. تعمل حوار معاه الكلام ده، تحاوره تعمل حوار بالكاميرا. صور. صور عامه. احنا انا كمان يعني انا شخصيا شغاله محرره وفي نفس الوقت مصوره. فطبيعي ان انت لو رحت لاي لاعب قلت له عايز اعمل معاك حوار ينزل في الجرنان، لازم يسأل. لو الجرنان مش معروف قوي بيبدا لازم يسال وياخد خطوات كتير. بس لا هو في الاطار العام انا شايف ان المساعده حلوه، وان كله المجموعه اللي شغاله معاكم انتم مبسوطين منها، ما فيش اي مشكله، فده شيء جيد يعني. بس المشاكل بتاعتكم لازم انا بس بجيب رساله لاحدى المواطنات اللي هي عندها مشكله في الموضوع بتاع الماجستير والدكتوراه، وكانوا امبارح عاملين وقفه احتجاجيه عند مجلس الوزراء، فقالت لي انهم يعني تعاملوا معاهم بصوره مش كويسه، وان في بعض الزملاء موجودين للاسف في الحبس دلوقتي او في قسم الشرطه، وهي عايزه بقدر الامكان صوتها يوصل. الاستاذه شاهين ده اعتقد استاذه شاهين ده رشدي كلمتني وبتقول لي يا ريت انه بس يتم توجيه مجلس الوزراء او وزاره الداخليه او الاخره لزملاء ليها موجودين في قسم الشرطه، تقريبا حاجه و30 واحد من حمله الماجستير والدكتوراه، وان المفروض ان هم حسب الوضع في الدوله المفروض ان هم يتعينوا. كانوا امبارح عاملين وقفه احتجاجيه وتم التعامل معاهم باسلوب
مش لطيف. هي بترجو وزارة الداخلية وبترجو كل الناس ان هم يتدخلوا في هذا الامر ويعفوا عنهم او يطلقوا سراحهم، يعني انهم في الاخر دول يعني ما لهمش علاقة خالص باي توجه سياسي وهم لا يطلبوا الا الحق. نجاح انا بشكرك شكر جزيل انك انت شرفتينا، ان شاء الله المرة الجاية بقى تبقى الصورة الرئيسية. هناخد الاستاذ سمري، استاذ عزة السمري، ناخد منه بقى الوجاهة بعد كده، قدوة ليه ان شاء الله. هو الوجاهة في اليومين اللي فاتوا دول واليومين الجايين دول، ان شاء الله حضرتك برضه تاخدي الوجاهة في الفترة باذن الله. شيماء بشكرك شكر جزيل، ان شاء الله تكوني في وضع افضل باذن الله، وتروحي روسيا بقى ان شاء الله. انت يا مريم برضه تروحي روسيا باذن الله ان شاء الله. نروح احنا امنيه ان انت تروحي روسيا صح؟ طبعا والله، لانها تبقى نقله كبيره جدا في شغلنا. هو ماتش المنتخب ده نقله في كل حاجه، لان بنت ان هي تخش في المجال ده كان بيبقى صعب جدا. ان بنت تحط رجليها في مجال زي ده، فالحمد لله كلنا يعني حاطين رجلينا، ولينا زميلات تانية برضو وبرضو ليهم اسمهم برضو من الناس المعروفين جدا. ده يعني الماتش ده كل المصورات البنات اللي حضرته هو يعتبر نقله طبعا، يعني هتغطي في روسيا في كاس العالم ومصر، فدي يعني بالنسبه لي ده اول مره، اول مره وانا موجوده، يعني اول مره مصر في كاس العالم وانا موجوده. ده انت تروح الماتش ده وتعتزلي بقى. لا احنا عايزين نشوفها كمان ثاني. اشكرك مريم عبد الكريم، موقع المواطن، زميله مصوره مجتهده، وان شاء الله في اول الطريق، بقى لها 4 سنين صحيح بس برضو بعتبر ده في اول الطريق، وان شاء الله ربنا يوفقها في المستقبل. شيماء صلاح الدين جريده المصريه، ان شاء الله ربنا يوفقك دايما. ايضا نجاح علي سلمينا على باباكي جدا، الله يرحمه، الله يرحمه، ربنا يرحمه رحمه واسعه يا رب. بشكرك يا نجاح شكر جزيل، وبشكركم، وان شاء الله باذن الله الماتش اللي جاي يكون وضعكم فيه افضل، والمباريات تكون وضعكم فيها افضل باذن الله. نلتقي مع حضراتكم باذن الله بكره في 8 مساء، لكم منا كل الاحترام والتقدير. سلام عليكم.